السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نرحب بكم اليوم في مقاطعة منطقة جودة في الهندسة، في القطاع الهندسي والبناء. معانا اليوم فرسان ثلاثة. اليوم حنتكلم عن مواضيع تهم كثير الأشخاص وخاصة المهندسين عن الجودة. متحدثنا الأول وفارسنا الأول اليوم الدكتور أسامة رشخان. الدكتور أسامة رشخان وولد ماسي سعودي في اليابان، عاد في أمريكا وعمل في سويسرا وتايلاند. الدكتور قضى الدكتور حياته في المهنية بأكملها في الأمم المتحدة، يعمل في تطوير جودة حياة الناس والتنمية المستدامة في عدة دول أوروبية وآسيوية مثل سويسرا، اليابان، الصين، تايلاند، الهند. يعمل اليوم كمهندس معلومات في شركة منصات الأعمال الرقمية في جدة المملكة العربية السعودية، وهو بروفيسور في الطب البديل والبايوتاكيا في الجامعة الأمريكية للدول السيادية في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور أسامة يعتبر أحد الخبراء العالميين البارزين في الصحة العامة والمعلوماتية، له العديد من الأبحاث العلمية والمنشورات. آخر كتاب صدر له نشر في ألمانيا في سبتمبر 2020 عن بروتوكول لمنع انتشار موجة كوفيد الثانية. الآن طبعا نتكلم اليوم عن البنية التحتية والسعادة، وهو يعني حيدينا اليوم شوية معلومات إيش أهمية البنية التحتية وأهمية المهندسين المعماريين في تحقيق السعادة من جودة الحياة. تفضل. تطلع للصفحة الأولى وتعمل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور هاني فتياني على المقدمة الحلوة هذه. تحياتي للجميع مرة ثانية، وشكرا على استضافتي. أنا الدكتور أسامة مصطفى رشخان، الآن مقيم في جدة. زي ما تفضل الدكتور هاني، أنا أستاذ في بايوتيقيا أو أخلاقيات الطب الحيوي في جامعة الأمريكية لدول السيادية في أريزونا. اليوم رايح أتكلم عن مرة أعتقد بالنسبة للمهندسين، وراح أحاول أربط بين آخر ما توصل له علم البيولوجيا والبنية والهندسة أو الهندسة المعمارية. الحديث حيتمحور حول ثلاثة عناصر. العنصر الأول حأتكلم عن آخر المعلومات اللي صدرت من علم الحياة وتسمى ما فوق الجينات، أو بالإنجليزي epigenetics. هذه مهمة جدا للمهندسين زي ما حنكتشف لاحقا، ورايح أحاول أربطها مع البيئة السكانية والوظيفية. والمحور الثاني حيكون عن عناصر البيئة التحتية اللي تساهم في تحقيق الصحة والسعادة من خلال الإبيجينيتكس. والمحور الثالث حيكون عن دور البلدية والمواطن والمقيم في رفع مستوى السعادة، أي يعني في تحقيق العنصر الأول والعنصر الثاني. طيب، نرجع شوية في التاريخ، ونقدر نقول إنه من أيام أرسطو، يعني من حوالي 2500 سنة، الناس كانت تعرف إنه المدينة خزية الأمن والصحة. ومع مرور الزمن الناس أيضاً أدركوا أن كل ما حولنا في البيئة يؤثر فينا ويتأثر بنا، وكذلك الجماد والحيوان والنبات والناس اللي نتفاعل معهم يومياً. أيضاً عرف الناس أن اختيار المساحات الجميلة والخضراء تلبي احتياجاتنا الصحية، لأنها تلعب دور كبير في الشعور بالسعادة. والسعادة زي ما تعرفوا يعني تؤثر فينا جسداً وعقلاً وروحاً.
ارتبطت عملية التطوير العمراني بالمساحات الخضراء والمباني الجميلة من يعني أول التاريخ. لكن صار في تحويل في الأونة الأخيرة، يعني هذه بدأت مع توافد الناس المتزايد على المدن. التوافد هذا زاد الطلب على الأراضي الوظيفية، وفي نفس الوقت قل الاهتمام بالمساحات الخضراء، وهذا بالذات نقدر يعني نرصده من حوالي 50 سنة، يعني من 5 عقود. من هذه الفترة حتى الآن الكثافة السكانية في المدن بدأت يعني تزداد بشكل ملحوظ، وصارت تداعياتها على جودة البنية التحتية من أكبر المنغصات على سعادة الإنسان، وحدها ما في بدون مبالغة. والشيء اللافت للنظر الأكثر من كده، يعني خرج تقرير جديد من مجالس دبي للمستقبل يقول إنه بحلول سنة 2040 سوف تتضاعف الكثافة السكانية في المناطق الحضرية بالذات في المدن العربية، مما لا شك يعني سوف يفاقم مشكلة صنع السعادة أو البهجة أو الترويح عن النفس في المدن. إذن على التخطيط المدني أن يركز على بعدين مهمين، الأول الكثافة السكانية، والثاني تعزيز الصحة من خلال المساحات الخضراء، وبالذات بعد جائحة كورونا. ودحين حأقول لكم ليش التركيز هذا مهم للصحة حقتنا والسعادة. طيب، فقبل ما أديكم التفاصيل هذه، خلينا أول دحين نتكلم عن العلم الحديث هذا الإبيجينيتكس أو علم ما فوق الجينات، وليش يأثر على سعادتنا من خلال البنية التحتية. هذا العلم طبعاً جديد زي ما قلت، ظهر في 2006، ومن ذيك الأيام حتى الآن يعني أثبت وأنا متابع الشيء هذا إنه كل ما نعرفه عن الجينات الوراثية طلع غير صحيح، يعني من قبل 2006 طلع غير صحيح. مثلاً لما انتهى مشروع الشفرة الجينية اللي هو اكتشف الإبيجينيتكس أو علم ما فوق الجينات، كان العلماء قبل 2006 يعتقدوا أن فكر الإنسان وسلوكه وأمراضه حتى مزاجه أسير جيناته الوراثية فقط. أما الآن نعرف أنه هذا غير صحيح. الآن نعرف أن المحيط البيئة بالإنسان ترسل إشارات تتلقاها خلايانا الداخلية تحدد نشاط أو تثبيت عمل جينات الحمض النووي، مثلها مثل الغذاء الذي نستهلكه أو الأدوية التي نأخذها. أي أن عمل الجينات لا ينحصر في رموز وراثية فقط كما كنا نعرف، بل على العكس طلع إنه البيئة التحتية مثل البيت، المدرسة، الجامعة، الشارع، المكان، حتى الناس اللي نتفاعل معهم، هذه البيئة المحيطة بنا تغير النشاط الجيني مع تغير المكان والزمان. هذا ما يحدث بالضبط لكل إنسان، أنا وإنت، وحتى الآن إحنا الآن تسمعوا لي وأنا بشوفكم، جيناتنا بتتفاعل مع التأثير الخارجي. نشوف الصورة هذه. الصورة هذه تشرح الكلام ده اللي قلته بطريقة علمية، هذا آخر شيء ما وصل له. طيب الحين إحنا في حديقة هنا، أنت تخيل دحين hypothetically speaking، تصور نفسك أنت في حديقة حلوة والشجر فيه تفاح زي ما هو باين في الصورة، وجيت وقطفت التفاحة، إيش حيصير؟ أنا أقول لك إيش حيصير. أول شيء إن الشجرة هذه اللي أنت قطفت منها التفاحة ترسل لك مواد كيميائية أروماتية تستطيع أن تخترق جسمك لتصل إلى نواة الخلية اللي هي هنا تحت. أنا بأشر لها بالسهم، ما أدري شايفينه ولا لا، شايف؟ فمن الشجرة في إشارات كيميائية ترسلها الأوراق وتوصل إلين الخلية تحت. ولو أكلت التفاحة هذه فوق البيعة، الإشارات هذه تقوى وتوصل للخلية وتنشط أو تثبط عمل الجينات اللي جالسة تستنى الأوامر تجيها علشان تسوي بروتينات أو ما تسوي بروتينات. أنا ببسطها مرة، شايف كيف؟ بس عشان نفهم الفكرة. فهذه هي الحلقة اللي تربط بين البيئة وبين جيناتنا اللي هي
وسط الحمض النووي اللي في وسط الخلية. كيف الفينولز اللي في التفاحة والزيوت الأروماتية اللي تنبعث من أوراق الشجر الاثنين يتحدوا مع بعض ويصير لهم تحليل من خلال الأنف وبعدين ومن خلال الفم تنزل في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يحولها إلى بروتينات شوية معقدة وإنزيمات وحتى تفاعل هرمونات، والثلاثة دول مع بعض يشغلوا بطارية الخلية اللي اسمها ميتوكوندريا. لما تشتغل البطارية هذه أنا بأشر لها دحين بس أنا ما أدري تشوفين ولا لا، تنشط الإنسان. ففجأة أنت تحس نفسك كده جاتك نشوة، جاتك نشاط. لما تحس بالنشاط ده صار ليش؟ لأنه في بروتين جديد بدأ يشتغل اسمه NRF2 complex. هذا البروتين عنده القدرة إنه مو بس يدخل في الدم عن طريق الأمعاء، لا كمان يخترق غشية أو غشاء الخلية. شايف كيف؟ زي البكتيريا وزي الفيروس وزي المواد الكيميائية، يدخل للنواة ويدي معلومات كيميائية تقول للجين يا جين بالله أباك دحين تسوي لي البروتين ده، لأنه الشخص ده محتاج البروتين ده علشان نايم. بالضبط كده تصير زي لما أنت تعطي أوامر لشخص آخر، بالضبط نفس الشيء يصير في جوة الخلايا. سببه إيش ده؟ الشجرة والتفاحة. هذا إيش يعني؟ يعني أن عمل الجينات لا ينحصر في رموز وراثية زي ما قلت أول، بل هو يعني يتحكم فيه من خلال البيئة اللي أنت جالس فيها. إذا كنت جالس في حديقة حلوة ومعك تفاحة وشاهد مناظر حلوة وبتشم روائح حلوة، أنت يعني مو بس في سعادة، أنت بصحح جسمك يعني من أي أمراض، من أي أمراض، والعكس صحيح. هذا برضو يعني إنه المعلومات اللي بتجي تقدر تورثها للأجيال اللي بعدك. هنا تجي إيش؟ العوامل الوراثية. فالعوامل الوراثية موجودة لكنها ليس المتحكمة في مصير الإنسان، بالذات مصير الصحة والسعادة. هذه الخلية مكبرة هنا في النص، هذه البيربل رقم 5، هذه هي النواة، والمعلومات الحمضية موجودة هنا. نقدر يعني think of it as a library of information. يعني الخلية دي هي مجرد library مليانة معلومات، لكن المعلومات هذه علشان تدينا شيء، علشان تفيدنا لازم تتم قراءتها. طب مين اللي يقرأ المعلومات اللي في المكتبة هذه حق الخلية؟ الجينات. ومين اللي يقول لي للجين يا جين روح بالله أقرأ المعلومة كيف تسوي لي البروتين اللي أنا أبغاه؟ البيئة الخارجية. شايف كيف؟ عن الإشارات اللي يستقبلها الإنسان. إحنا مهيئين يعني ربنا خلقنا كده نرسل إشارات ونستقبل إشارات، والنباتات زينا والحيوانات زينا حتى الحجر زينا. الحجر ترى يرسل رسالات واحد ويستقبل مننا، والعكس صحيح. كل شيء ربنا خلقه يرسل ويتراسل مع بعض، ما في شيء منعزل لوحده كده عايش لوحده زي ما احنا نعتقد. شايف كيف؟ فهذا اخر شيء توصل له ما فوق الجينات. فانت دحين تكون ماشي وشفت شجره وانبسطت، ايش حيصير؟ اللي حيصير انك انت دحين حتفعل اليه اسمها مثاليه الحمض النووي، أو بالإنجليزي DNA methylation. You can look it up on Google إذا تبغى إيه تأخذ تفاصيلها. بس بالمختصر المثالية هذه هي مفتاح تفعيل أو تطبيق الجين المعالج. شايف كيف؟ مثلاً أنا عندي زقمة دحين وأبغى أعالج نفسي وما عندي دواء، إيش أسوي؟ أقدر أخرج الحديدة وأقدر أجلس جنب الشجرة وأخذ من الأوراق أفحصها بإيدي كده وأشمها وأمشي شوية، وإذا في تفاحة وفي برتقالة وفي موزة أكلها وأرجع البيت وشوف إيش يصير. في خلال 30 دقيقة حتحصل نفسك ارتحت، انبسطت، الأمور عندك ضبطت، صرت تتنفس بطريقة أحسن. جرب وتشوف عشان تصدق. شايف كيف؟ وأنا جربت على نفسي، ولما جربت على نفسي وضبطت معايا صدقت الكلام ده. هذا يعني إنه جيناتنا ما تتحكم فينا وفي مصيرنا. هذا يعني إنه الجينات أو ما فوق الجينات هي من يقوم بذلك نتيجة اختياراتنا أو بيئتنا المحيطة بنا.
معناها اختيارنا هو اللي أثر في صحتنا، هو اللي أثر في سعادتنا. هذا يعني أيضا طبعا إنه الأحداث الصادمة اللي الواحد يتعرض لها في الشارع، في البيت، في المدرسة، في العمل، وتولد إذا ولدت مشاعر خوف شديد أو إلى ما شابه ذلك اضطرنا، يا ونقدر كمان نمررها لأولادنا ولأولادنا. فلازم نهتم بالبيئة، يعني نعطيها. هذه الرسمة دحين توريكم يعني بشرح بسيط كيف العملية حقت التأثير، هذه تأثير البيئة على جيناتنا تصير. أول شيء شوف هنا عندك الـ DNA اللي هو الحمض النووي ده، هذا هو فصل الخلية. دحين الإشارة تيجي من برا، إشارة كيميائية، شايف كيف؟ أو ذبذبة صوتية، مثلاً واحد قال لك كلمة حلوة، هذه على طول تأثر فيك. ليش تأثر فيك؟ لأنها بتوصل للحمض النووي، والحمض النووي يقوم يقرأها، اسمها ترانسكريبشن بالإنجليزي، يعني قراءة. لما يقرأها الحمض النووي بطريقة حلوة، يقوم الحمض النووي هذا يتحلل ويصير أصغر، يسوي شيء اسمه RNA، والRNA هذا ما هو بروتين مصغر للحمض النووي. الحمض النووي سلسلة طويلة معقدة، مواد كيميائية فيها معلومات كثيرة، يقوم هو إيه يصغرها، يصغرها على قد الصوت اللي جاله أو قد الإشارة الكيميائية اللي وصلته من التفاحة أو من الشجرة أو من الريح الحلوة اللي شمها، شاف أو المنظر الحلو اللي شافه، مثلاً لما شفت مثلاً بيت حلو أو سيارة حلو عجبتك أو مرأة حلو عجبتك أو ولد حلو عجبك whatever، تتحول هذه القراءة إلى ترجمة، والترجمة هذه هي اللي تدي إشارة للجين تقول له يا جين سوي لي مجموعة أحماض أمينية بسرعة وصنع لي هي علشان تسوي لي البروتين ده. البروتين ده هيخلي الراجل ده سعيد، أو إذا جات إشارات عكسية هيصير مبتعد. كده تصير أربع خطوات، وتصير هذه in a split second، يعني تأخذ واحد من 12 ألف من المليون من الثانية، مرة سريعة. It's amazing. Yeah. هذه يعني شرح مبسط لتأثير البيئة الخارجية المحيطة بالإنسان، من ناس لنبات لجماد لبيت لمدرسة لمدير لزوجة لأولاد لأحفاد لأباء لأمهات، على خلايانا في تأثير مباشر، وهذا التأثير يعني إيجابي يعني سلبي. في شيء ثاني كمان، الإنسان عنده القدرة عليه. الإنسان أيضاً لديه القدرة على الحس بالجمال، هذه ربنا برضو حطها فينا. ويعتقد علماء المخ، أخذت كم كورس أنا النورو ساينس والنورو أستيتكس، وخلاصة تقول إيش؟ إنه الجمال موجود في البيئة وبين البشر، وهذا مو بس حلو إنك أنت تتفرج على شيء حلو، لا هو ضروري لبقائك. يس، ولذلك الحيوانات تلوم نفسها علشان تجذب بعض، وإحنا نفس الشيء. يعني مرة تحط حمرة، العصفور مثلا الديك عنده شيء احمر فوق راسه كده، هذه كلها تحافظ على البقاء وتحافظ على صحه الانسان، شايف كيف؟ بل على سعادته. وهذا الشيء برضه معروف من ايام ارسطو، لكن من ديك الايام حتى الان ما قدرنا نثبته علميا، الان اثبتناه علميا عن طريق ايش؟ الدي ان اي ميثيليشن او ميثيليه الحمض النووي. هذه التقدير، هذا التقدير الجمالي للجمال بحد ذاته هو شيء ثابت، يعني مسلك في مخنا، اسمه هارد واير بالانجليزي، يعني ثابت سلكيا في ادمغتنا. فهذا يضيف الى ايش؟ الاحساس الجين او التاثير على جيناتنا من الانبياء، شايف كيف؟ طبعا المخ يعني لانه يتاثر بالعوامل البيئيه برضو يقدر يسوي يعني شيء سلبي. مثلا تكون انت ماشي كده في حديده وخرجت وفجاه حصلت نفسك مثلا جنب تاور حق مايكروويف، ولا وعندك يو نو الكتروماجنتيك ويفز، وفي غبار وفي انبعاثات كربونيه، وفي مثلا جدار مهدمه او مثلا اشجار ما هي مرتبه وغمامه وزباله وبساس بتمشي، هذه كلها هتأثر عليك سلبيا. ودراسات كثيره طبعا عنها يعني ما حقدر اوصف لكم اياها الان، بس في النهايه تقول انه كل الاشياء دي هذه كلها تأثر عليك بطريقه سلبيه، لدرجه انها تسوي لك تآكل كيميائي في الخليه اللي جواتنا، تؤدي بالضبط الى تآكل، العلماء يسموه كده تآكل كيميائي في خلايا الانسان. المنظر
الموحش أو صوت الموحش. فأي شيء يسيء للحواس، يسيء للنظر أو يسيء للإذن أو يسيء للأنف، للريحة، للطعم، هذه تؤدي في النهاية للتآكل الكيميائي وتؤدي في النهاية للحواس. وإن شاء الله يعني نتجنبها عشان لا نعجز بسرعة. إذن أنا عندي مداخلة دكتور أسامة. الحين إحنا بنسمع على تأثيرات الجي 5 بالفلايد اللي قبلها، تأثيرات الجي 5 والذبذبات اللي تطلع منها تأثيرها قالوا على الإنسان، عشان كده بريطانيا قامت حملة بتأثيرها، هل لها تأثير على؟ طيب عملت حلو السؤال هذا. يس برضو ما في صوت. Quick answer، نعم عليها، لها تأثير قوي جدا لأنها هي قوية وعندها القدرة على اختراق المخ والتأثير على الغدة أو أداء الغدة الدرقية فتفعلها. الغدة الدرقية زي ما تعرفوا، ممكن يعني هذه جديدة، معلومة جديدة على البعض، هي يسموها center of the nervous system in the brain، يعني هو مركز الأعصاب. تشتغل لما تجيها إشارة تقوله إنه الإنسان في خطر، هم هي إيه؟ ترسل إشارة للجسم تقول له يا جسم أفرز كورتيزول. فهي ما تشتغل إلا لما تحس بالخطر. إذا ما حست بالخطر، إذا أنت هادي وقاعد في مكان حلو كده وحديد وتفاح وموسيقى حلوة، ما تشتغل، ما تشتغل إلا ساعة الخطر. فالجي 5 هذا يشغلها، فمعناها يعني حيكون لها تداعيات كثيرة. وإذا تبغى نصيحتي، إذا شفت تهور جي 5 حاول إنك ما تسكن قريب منه. شكرا على السؤال. فنرجع للمخ. هذه صورة يعني هي برضها يعني سيمبوليك، رمزية، تقول لك إيش يصير لما نكون إحنا في بيئة مؤثرة سلبيا، زي التاور حق الجي 5 ولا التاور برج الإرسال، إرسال التلفونات أو الكهرباء وهكذا. هي تمحي المخ، يعني literally تصغر خلايا المخ، تمحيها. شايف كيف؟ زي ما زي لما تكون انت في مكان عشوائي، انت مثلا دحين انت سكان جده، تعرف مثلا حي الاندلس جميل، حي المرجان جميل. افرض انت دحين ماشي بالسياره ورحت من المرجان دخلت على الرويس، دخلت هناك في الرويس في مناطق عشوائيه كثيره، ايش حيصير فيك؟ حتى دحين انت بسياره حلوه مرسيدس مكيفه والبيئه حقت السياره رائعه جدا، لكن البيئه اقوى فحتاثر عليك، ايش حيصير؟ Very simple، الغده الدرقيه في مخك هتبدأ تفرز الكورتيزول. شايف كيف؟ والكورتيزول ده يأثر على عضلات القلب وعضلات الرئة، فتقوم إيه؟ تكمش، يعني it contracts. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه مخك على طول راح يبدأ يحاول يقاوم البيئة اللي ما هي حلوة. أنت كنت في بيئة حلوة وكان مرتاح، فجأة كده حطيته في بيئة ما هي حلوة، هو يقاوم على طول. وحيانا يمكن في ناس، يعني في سيدات بالذات لما يكونوا حوامل، تقول لك فجاه كده تبدا تستغرب او بطنها المتها، هذا ليش؟ لانه البيئه تغيرت وانت ماشي بالسياره. اذا مرت قالت لك انا عندي اخرج من المنطقه على طول، روح على مكان احلى. شايف كيف؟ It is that quick. فهذه هي الغده الدرقيه، والبيئه تشغلها او ما تشغلها. ايش يعني؟ يعني التخطيط العمراني هو الايه؟ السبب في الأحاسيس اللي جينا، وبالذات إحساس السعادة هو من التخطيط العمراني. طيب keep going. هذا إيش يعني؟ يعني البيئة تحدد مصيرنا، ليس الحمض النووي زي ما كانوا العلماء أيام زمان يعتقد. شايف كيف؟ والسؤال هنا، طيب إذا البيئة هي اللي تحدد سعادتنا أم اكتئابنا، طيب مين اللي بيسوي البيئة؟ احنا نصنع البيئه، مو احنا نصنع البيئه لانفسنا عبر ايه؟ عبر اختياراتنا. ففي اختيار، وهذا شيء حلو، حلو انه كل واحد كان ميك هيز اون تشويس. بس لكن لما نختار للناس، احنا لازم نعرف انه احنا ترى ايه ح يعني نتحكم في مصيرهم، في صحتهم. شايف كيف؟ زي ما لما ناكل، زي لما نشرب، زي لما ننام. ومنذ 2006 شيء حلو صار في العالم، تكونت أكاديميات علمية جديدة كثيرة باستثمارات يعني توصل مئات الملايين الدولارات في أمريكا بالذات، صارت تجمع بين الهندسة المعمارية وعلم الأعصاب.
وصار اسمها أكاديميات علم الأعصاب للهندسة المعمارية. هذه كلها تركز أبحاثها على القضايا الجمالية كيف تأثر على المخ. وطلعت طبعاً بنتائج كثيرة حلوة. مثلاً هنا عندنا مستشفى عبد اللطيف جميل، هذه أحد المستشفيات اللي انبنت على أساس الربط بين علم الأعصاب والهندسة المعمارية. ليش؟ لأن وجدوا إنه الجمال في البيئة العلاجية يعني زي المستشفى يلعب دور كبير في الشفاء. لما تحلل المستشفى أنت وتخليها 5 ستار وتحط فيها حدائق وتحط فيها كل الأشياء اللي الإنسان يعني إيه نفسه يخرج من البيت عشان يروحها، ستاربكس، المول، تجيب له هي كلها عنده في المستشفى هذه، وفي مكان طبعاً براح وتهوية حلوة وضوء طبيعي، هذه كلها تؤدي إلى الشفاء. إذن البيئة هي الأولوية في التخطيط وليس العوامل الوراثية كما كنا نعتقد. ودراسات كثيرة تقدروا تقروها أنتوا يعني تأكد الشيء ذا. طيب إذا كان هذا هو دور ما فوق الجينات أي يعني epigenetics، إذن بإمكان المصمم المهندس المعماري أو الميكانيكي حتى أن يؤثر في السعادة من خلال عمله، صح؟ موافقين معايا؟ يا حتى الآن إذا كان أنا كلامي صح، وإذا كان ما فوق الجينات هو للدرجة ده مؤثر، يعني إذا أنت في يدك تقدر تصنع السعادة للناس. مو؟ طيب إذا فين المشكلة؟ ليش ما إحنا قاعدين نصنع السعادة؟ أنا في الأمم المتحدة يعني اشتغلت 25 سنة واكتشفت أشياء كثيرة وتعلمت أشياء كثيرة. واحدة من الأشياء اللي تعلمتها إنه المشكلة تكمن دائما في اختلاف الآراء. بالنسبة لنا هنا وجدت إنه المدافع عن البيئة اللي يسموهم الانفيرمنتالست دول يحسبوا إيش؟ يحسبوا إنه الاستدامة تتعلق بحماية النظام البيئي، لكن المهندس المعماري بالضبط يقول لك لا، الاستدامة تتعلق بتلبية الاحتياجات البشرية بشكل أكثر كفاءة. شايفين التضارب فين؟ واحد يبقى يحمي البيئة، يبقى يحمي صحة البيئة، والثاني يقول لك لا يا أخي أنا عندي بجت وعندي معايير وعندي تارجت، I need to meet my target within this budget within this time. Okay؟ لازم أكون أشتغل with the highest amount of efficiency to avoid waste. فشايفين التضارب؟ فهنا تيجي المشكلة. الخلاصة إنه البنية التحتية تصميمها يؤثر على سعادتنا من خلال تنشيط أو تثبيط أو توقيف يسموها silencing gene جيناتنا. ولازم نعرف إنه هو فن، يعني تصميم البنية التحتية إذن هو فن لأنه إحنا اخترنا، إذن هو يعكس شخصيتنا. هو فن لا يعكس إلا أنت، والسعادة هي نمط حياة تعتمد الصحة فيها على كل مقومات الحياة. وهذه البسكليتة في الباكجراوند، هذه البسكليتة حقتي اللي أنا دائما أستخدمها، وهذا المكان اللي أسوي فيه رياضة كل يوم جنب البيت، وأروح بالبسكليتة وأسوي الرياضة، ونفسي أشوف المكان ده في نهاية كل شارع في كل حي في جدة. هذا المحور الأول. دحين خلينا نطالع في المحور الثاني. المحور الثاني دحين، طيب كيف إحنا نطبق الكلام ده اللي قلته؟ كيف ندخل عمل التأثير حق البنية التحتية؟ دحين عرفنا تأثير ما فوق الجينات، تأثير البنية التحتية على ما فوق الجينات، كيف نفعلها في من خلال العمل؟ فسويت دراسة أنا سريعة ووجدت هناك 8 عناصر رئيسية مشتركة تساهم في تحقيق السعادة من خلال الجينات، كلها تعني بالشارع والبيت والمدرسة والديزاين والسيارة وحتى الناس اللي نتفاعل معهم. هذول 8، أول وأهم واحد فيهم هذه من وجهة نظري وده هو شامل للبقية، هو منفذ للطبيعة. إيش يعني منفذ للطبيعة؟ simply put يعني يتوفر أو هناك توفر فرص للتواصل مع الطبيعة قريبة من منزلك. شايف كيف؟ مثل المشي، يعني تمشي في حديقة، تمشي لآخر الشارع ويكون في حديقة مثلاً، أو يكون في شط، أو يكون في صحراء خلاء فاضي ما في عمران. هذا اسمه التواصل مع الطبيعة. هذا يعتبر منفذ. ليش يشمل كل العناصر اللي تحت؟ لأنه في نور طبيعي، وحتحس إن أنت بتنشيط الحواس الخمسة حقتك كلها، ما حيكون في صوت، يعني ما حيكون في ضجيج إن شاء الله، ما حيكون في ازدحام.
والهواء حيكون صحي وحيكون نقي. وإذا كنت أنت معك كرسي أو معك بسكليتة يعني حتكون الديزاين حقها حلو، حتكون فيها إرغونومكس طبعاً، فهذه كمان حتساعد الماسكيلو سكيلتال هيلث، فحتديك صحة أكثر ونشاط أكثر. فالمنفذ الطبيعي هذا مهم جداً. فهذا أول واحد. الثاني النور الطبيعي. ليش النور الطبيعي مهم؟ زي النور البيت دحين هذا اللي فوقي. ليش مهم؟ لأنه هو اللي يشغل الساعة البيولوجية الداخلية، بدونه ما تقدر تضبط أنت مواعيد إفراز الهرمونات، مواعيد إفراز البروتينات، مواعيد إفراز المثليات اللي صحح أو ما صحح. إذا جسمك جاته إشارة سيئة واشتغل الـ DNA methylation، تعرف إيش يصير؟ يكون مولكيول اسمه CH3، واحد كربون وثلاثة هيدروجين، الأربع دولة مع بعض يثبطوا من 500 إلى 5000 جين. 5000 جين هذه كلها تقدر تسوي لك 5000 بروتين أو أكثر تحتاجها أنت، يمكن في كل ثانية، في كل مكان تروحه، في كل مناسبة. لما توقف عمل الجينات دي أنت حتنبط، وإن شاء الله طبعاً ما يصير، بس شايفين كيف؟ فمرة مرة مرة مهم عمل الجينات ده، ومرة مهم النور الطبيعي. النور الطبيعي يعني هو اللي يخلينا ما نشعر بالتشوش. إذا صحيت يوم وحسيت إنك أنت متشوش، وحسيت بضغط نفسي، وحسيت إنه والله كده في أثار سلبية، أنت معناها لم تأخذ كفايتك من الضوء الطبيعي اليوم اللي فات، وما أخذ فيتامين دي، وأنتوا عارفين القصة دي. شايف كيف؟ الألوان مهمة كمان، لأنه الألوان تخلينا يعني نحس برضو كده إيه بانبساط بانشراح، فهي لها برضه تأثيرات إيجابية على الصحة. الصوت مرة مهم. الصوت المرتفع يثبط الجينات. أي شيء فوق 60 decibels you know as engineers، يعني ابدأ إيه اعمل شوشرة على الطبلة، وثم على الإذن الداخلية. وإيش في الإذن الداخلية؟ مركز التوازن. ليه ربنا نحط مركز التوازن في السمع مو في البصر؟ آه، لأنه الصوت أهم من النظر. الصوت بدون الصوت أنت ما تقدر توقف زي الناس. فالصوت ده مرة مرة مهم، وأكترنا إحنا يعني نطلع نشوف أي صوت over 60 to 65 is not good. 120 is يعني disastrous. You don't want to go there. الطيارة وهي طالعة 130 140 decibels. فقفل إذنك. الازدحام. الازدحام طبعا أسوأ شيء فيه الانبعاثات الكربونية، وكلنا عارفين طبعا سببها. وبعدين آخر شيء التصميم الهندسي. الإرغونومكس. الإرغونومكس مهمة جدا، لأن هي تتحكم في صحتنا السكيلتال، سكيلتال مسكيلو سكيلتال بونز. تعرفوا في أمريكا سنوياً الأمريكان يصرفوا حوالي بليون دولار على تصحيح الإرغونومكس حقتهم، بس بسبب جلوسهم المتواصل على الكرسي في العمل ما يتحركوا، من يوم ما يجلس يقعد 6 ساعات 7 ساعات قبل ما يقوم. هذه كلها تأثر على إيه؟ السكيلتون، وتأثر طبعاً بطريقة سلبية. التمني العناصر هذه هي هذه المقومات التي تصنع البهجة من خلال الجينات، والتي يؤثر فيها البيئة التحتية اللي إحنا بنصممها للناس. فالسؤال هنا دحين اللي يجي، هل تتوفر هذه العناصر في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان مثل المناطق العشوائية جدا؟ وزي ما تعرفوا يمكن جدة فيها 50 أو 60 حارة عشوائية، يعني نص سكان جدة عايشين في مناطق عشوائية مكتظة بالسكان. الجواب طبعا نادرا، يعني يمكن في كم حي حلو كده زي مرجان الأندلس فيها أشياء حلوة، أما باقي أحياء جدة للأسف الشديد لا تتوفر فيها هذه العناصر. اليوم الكثافة السكانية أصبحت عدو الصحة والسعادة، والكورونا أثبتت ذلك لأنها زعزعت عدة جوانب من الحياة اليومية، وكل التقارير اللي قريتها تقول كده. وأول مؤشر قال لنا إنه كورونا هذه يعني خربت حياتنا. ليش؟ لأنه لما شفنا لما الحركة قلت والمشي قل والسيارات قلت والطائرات قلت، كل هذه وقفت، إيش صار في الهواء؟ الهواء نظف. أنا أجري يوميا في الشارع، فجأة كده حسيت أوه الأكسجين ارتفع، صحتي تحسنت،
بس طبعا الاقتصاد اتخرب، الناس فلست، فحياتنا طبعا يعني اتاثرت. فدحين احنا امام فرصه سانحه لان نطبق علم البيولوجي هذا الابيجينيتكس، علم ما فوق الجينات، ونحطه في تصميماتنا، حطه في عين الاعتبار، لانه اذا نبغى احنا دحين نحد من انتشار الامراض لكن ما نبغى الاقتصاد يخرب، ما نبغى نمرض، ما نبغى نعبي المستشفيات بالناس، لازم نشوف علم الجينات هذا ايش يقول، وكيف نكيف تصميماتنا الجديده المستقبليه في المدينه بالذات، نكيفها بطريقه انها ايه تحد من انتشار الامراض. ولازم نفهم شيء، يعني انه المدينه ليش الناس تحب تيجي المدينه وتترك الروف؟ لانها فيها كل الايش الاشياء اللي تؤدي الى السعاده، من تسوق لترفيه لعلاج لتمشيات لخروج. بس دحين يعني اظن النقطه باينه اللي بحاول اقنعكم بها انه انتم اللي مسؤولين عن الصحه، مو وزاره الصحه. وزاره الصحه مسؤوله عن علاج المرض بس ما هي مسؤوله عن الصحه. انتم المسؤولين عن الصحه لانكم انتم اللي بايه بتصمموا البيئه. واحنا من تصميمنا اللي بنسوي الترفيه زي الشارع هذا الطريق دراجه في بانكوك طوله 24 كيلو. انا كنت ساكن هناك قبل ما اجي هنا، وكنت دائما اروح واحده مره في الاسبوع اتمرن على السباقات فيه 24 كيلو. في الماتي كنت برضو ساكن هناك، في واحد زيه بس طوله 80 كيلو يربط المدينه من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها. تقدر تاخذ الخط هذا بالدراجه من اي مكان في اي حاره في الماتي، عدد سكانها 2 مليون، وتوصل للعمل ومغطى بالشجر وترجع للبيت بدون ما تدخل مع السيارات وتتضارب معاهم وتضاربوا معاك على الخط الصغير ده اللي في الطرف اللي كله دبري وحجار، وانت عارف هو يخلي الناس ما يبغوا يركبوا بسكليته ولا حتى يبغوا يمشوا. فدحين الممر حق المشاة وممر الدراجات اصبح احد اهم رموز الحضاره في المدن، والمدن تتباهى الان. يعني انا اقرا التقارير حقت هابيتات، هذه احد المنظمات التابعه للامم المتحده، تقيم السعاده في المدن بعده طبعا انديكيتورز، واحد منهم كم كيلو ممر للمشاه وكم كيلو خط دراجه عندك. شايف كيف؟ وكل ما ارتفع عدد الكيلوات كل ما ارتفعت السعاده. في دراسات كثيره يعني تقول شيء ده، وانا اقول لك ده لانه انا يوميا ركب الدراجه، ولما اشوف خط زي كده قدامي على طول ارتاح. هذه برضه يعني امثله تؤدي الى السعاده بالذات في المناطق ذو المستوى الدخل المحدود. هو نموذج حضري لمنزل عائلي من كولورادو، منظمه غير حكوميه من تبرعات الناس سوت المكان ده، سوته بطريقة مستدامة، يعني ما يكلف كثير، بسرعة تقدر تشيله من مكان لآخر، لكن الحياة فيه يعني تديك يعني تحافظ على كرامتك. الإنسان ما يخسر كرامته، ما يعتبر إنه هو مهمش في المجتمع، بالعكس. يعني شوف غرفة النوم كيف حلوة، شوف البيئة من برا كيف حلوة، كلها هذه يعني إيه تدي الناس دولة المهمشين في المجتمع نوع من الإحساس بالإنتجريشن، بأنهم part of the community، وتديهم يمكن إحساس بالسعادة. وأنا حطيتها هنا لأنه يمكن يعني هذا حل من الحلول اللي نقدر نستخدمها لحل مشكلة عشوائيات جدة، علماً أنه 50% من سكان جدة اليوم حسب الدراسات اللي قريتها يسكنوا في أحياء عشوائية. هذا بس نموذج يعني. فخلاصة الكلام ده إيش؟ إذا دحين قدامنا إحنا صانع قرار وسألني طيب يا دكتور أسامة إيش تقول لي أسوي دحين؟ أنا هذه لو على السلطات التركيز على توفير العناصر الثمانية اللي ذكرتها على لضمان وصول الخدمات للمواطن والمقيم بدون نشر الأمراض. شايف كيف؟ المشكلة هو توصيل الخدمات بدون نشر الأمراض وتوفير خيارات مستدامة علشان نوصل للفيجن حق 2030. هذه
تكون من طريق السكن، التنقل والمواصلات، مثل بناء الممرات الخضراء ومسارات الدراجات الآمنة من السيارات لتعزيز السعادة. طيب المحور الثالث دحين، إيش البلدية تقدر تسوي لتخفيف عناء وعبء الكثافة السكانية هذه اللي حتتضاعف مع سنة 2040 حسب تقرير مجالس دبي المستقبلي؟ هي يد واحدة ما تصفي، لازم يدين، يعني البلدية والمواطن لازم تساعدوا، وهذه أثبتتها كل تجارب العالم، وأنا عشت في عدة دول وإنتوا زرتوا وعشتوا في عدة دول كثيرة وشفتوا الشيء ده. لما الاثنين يحطوا يدهم في بعض الأمور تزبط. أول شيء يعني نقدر نركز عليه إنه نقول للمواطن والمقيم، يا مواطن لا تترك أثر لك. أنا أول مرة شفت الكلمة دي في مدينة في فيينا اسمها زيلينسي، هذه مدينة جميلة جدا السعوديين يحبوا يصيفوا فيها، وكانت البلدية حقت المدينة دي تحط كده يافتات تحطها من بعيد ومكتوب عليها النظافة من الإيمان والوساخة من الشيطان. والله فالفكرة إنك أنت يعني لما تخرج في الشارع حاول إنك يعني لا تترك أثر لك، يعني لا ترمي المنديل الأبيض ولا ترمي القارورة الموية الفاضية، وكل الناس يسووا كده هنا، شيء غريب. يعني كثير مننا راح دبي، لو تروح دبي وتمشي على الكورنيش حق دبي حتحصل انه في حاويه او صندوق قمامه كل 80 خطوه، لكن هنا في الكورنيش تحصل نفس الصندوق ده كل 35 خطوه لكن في جنبه قمامه مرميه. في دبي ما في احد يرميك، كل المهملات في سلة المهملات، هنا بالعكس، هنا كل المهملات في الأرض بالرغم أنه عندنا ضعف عدد سلات المهملات اللي عندهم. طب ليش كده؟ أها، في ثقافة. خلينا نشوف طريقة نقدر إيه نأثر على الثقافة هذه. هذه الشغلة. الشغلة الثانية، خلينا نشوف كيف نقدر نعيد الحدائق حق جدة أو حق الرياضة أو أي مدينة أخرى بطريقة واسعة النطاق. الاتحاد السوفيتي عنده في وجهة نظري أحسن تجربة في العالم في تنظيم الحدائق. ليش؟ لأنه هو نظامهم، نظام السعادة عندهم ما هو مبني على المال زي في الدول الرأسمالية، هو مبني على الحديقة، مبني على الجمال. وأنا هذه سمعتها من رئيس بلدية الماتي في مؤتمر حضرته لمنظمة الصحة الدولية قبل سنتين، وبيتفاخر بيقول إحنا مدينتنا حلوة والناس سعداء فيها لأنه عندنا حديقة في كل آخر شارع. الشارع له طرفين، هنا حديقة وهنا حديقة، هنا في مكان للرياضة هيكل الرياضة وهنا في مكان هيكل الرياضة، هنا في أماكن للكبار السن يجلسوا فيها وهنا في أماكن للصغار يلعبوا فيها، في كل شارع في كل حي في كل منتزه موجود الشيء ده، فالسعادة في كل مكان. فريت نقدر نشوف إيش نقدر نتعلم من الدول هذه اللي حققت السعادة عن طريق الحدائق وعن طريق على نطاق واسع. جدة كما يعني زي ما قالوا لي المهندسين فيها 250 حديقة، بس يمكن 3 و4 و5 و10 اللي معتنى بها والباقي مهملة. خلينا نعيد بناءها ونسوي بناء الحدائق الصغيرة هذه عشان ايه؟ عشان سهلة المواصلات، انت تخرج من البيت وتنزل بريلك، ما يحتاج تركب السيارة وتدور على الموقف، ويمكن تخبط واحد يزعق عليك ويزعق على احد، تروح الحديقة وترجع وانت متوتر. لا، احنا ما نبغى التوتر. ليش؟ لانه يثبط عمل الجينات، وإذا صبتت تروح السعادة. شيء ثاني، دحين إحنا المملكة العربية السعودية متقدمة في الذكاء الاصطناعي، ليه ما نسوي أبس؟ نسوي أبس كثيرة إحنا، بس نسوي أبس مرنة تقول لنا مثلاً فين الواحد يروح في الساعة المعينة، تقول لك هنا في زحمة لا تروح دحين، خليك في بيتك أو روح مكان ثاني. بيسووها كده في أمريكا، جوجل بيقول لنا يا نطورها هذه شوية. نهتم بالمساحات الخضراء الواسعة موجودة مثلاً على الكورنيش دحين، نزرع أكثر ونحط نباتات طبيعية ونعلم الناس فوائدها. شايف كيف؟ جيب العطارين، أنت يا عطار الله تعالى أنت كل أسبوع تطوعاً حط لنا نبتة من نباتاتك، خلي الناس كده إيه تثقفهم، يمكن يستفيدوا منها. الوقت يا أوكي، الوقت خلاص، أنا على وشك أغلق. فنقطة أخرى زي ما قلت، نحاول نشجع وجهة أكثر طبيعية بالقرب من المنزل، يعني يا ريت الناس، يعني أنا أشوفها أحياناً يهتموا يحطوا شجر قدام بيوتهم، وفي ناس بس طوب اسمنت وفوقه حديد
شايف كيف؟ تقول طب الهواء كيف يدخل جوا؟ النظر كيف يخرج؟ الناس مساكين يعني يحبسوا نفسهم في البيت ويخربوا شكل منظر بيتهم. فيا ريت البلديه كمان تحاول تشجع وجهه نظر اكثر. هذه كلها تؤثر في جوده البيئه والبنيه التحتيه. ليش؟ ما نتكلم دائما عن الجوده في الحياه من خلال الراديو، من خلال التلفزيون. يعني زمان وانا صغير كان في برنامج اسمه من كل بحر قطره، خلينا نسوي برنامج زي كذا ونتكلم فيه، نجيب الدكتور هاني ونجيب الدكتور صالح وانا مستعد ونتكلم عن الجوده. نفهم الناس انه مدينتك هي حقتك، هي صميمك، هي صميم السعاده في مدينتك، فخلي ممراتها وحدائقها حلوه، كلها هذه تساعد في صحتك. الجامعات دائما يسووا استطلاعات راي، ليه ما نسالهم يسوون استطلاع مكثف؟ اسالوا الناس ايش المعوقات؟ هل لديك الرغبه في المشاركه في تطوير البنيه التحتيه؟ هل تعتقد انه التسجير وتوفير هياكل الرياضه في الاحياء لتشجيع المشي وركوب الدراجه ممتاز؟ شايف كيف؟ نسألهم الأسئلة هذه ونشوف رأي الناس وخليهم يتشاركوا، عشان لا أحد يقول لك والله أنا ما حد سألني، أنا ما حد قال لي، أنا إيش لي؟ لا، كيف إيش لك؟ أنت ساكن هنا معناها أنت أنت مسؤول زي وزي البلدية وزي أحد ثاني. شايف كيف؟ فالخلاصة إيش؟ البنية التحتية تؤثر في نشاط الخلية إما إيجابياً إما سلبياً. إذا كان الأثر إيجابي تكون البيئة كالبلسم، البلسم المعالج، والعكس صحيح. فالسؤال الآن لنا وللإخوان، هل أنت مستعد للشعور بأفضل ما لديك؟ شكراً. شكراً لإصغائكم. عندنا سؤالين سريعين. شكراً دكتور أسامة، كانت صراحة موضوع شيق وجدير بالجدل ويبغى له وقت أطول. عندي ثلاثة أسئلة على عجالة الله يخلي عشان الوقت. السؤال الأول من أستاذ عبد الله فقيه، يقول if G5 that bad why the government doesn't make some خلينا أقوله بالعربي، إذا كان G5 خطيرة ليش الحكومات ما تأخذ احتياطات لازمة وتحط قوانين ضدها؟ أجاوبي في 30 ثانية لأنه عندي عدة أسئلة. السؤال اللي بعده، اعتقد ما نراه الدول الاوروبيه بيحطوا الوان زاهيه وباهيه على المنازل، يسموها المدينه البيضاء والمدينه الخضراء من منازلها، الوان تتبع الالوان. وبعدين ما هي التخصصات الجامعيه التي تهتم بجوده الحياه والسعاده من الناحيه البيئيه؟ هذه الثلاثه. طيب بالنسبة للسؤال الأول quickly، التكنولوجيا زي أي تكنولوجيا لها منافع ولها promises توعدنا بحياة أفضل، لكن في نفس الوقت لها shortcomings. شايف كيف؟ G5 هذه حتى الآن يعني الدراسات اللي صارت ما زالت يسموها يعني rudimentary، يعني لساعها ما هي واسعة الانتشار، ولم يعني ما في كونسنسس، ما في اجماع من قبل العلماء بالذات علماء المخ والنوروساينس عليها. لكن في تجارب على الفيران في المعامل اثبتت انه امخاخ الفيران قد يعني لا سمح الله تورم، وقد تؤدي الى سرطان المخ اذا قربت منها مره. فالدوله طبعا يعني الدوله هي مسؤوله عن كل القطاعات، مو بس قطاع الاتصالات وقطاع المواصلات والصحة والرياضة والترفيه والحماية والجيش، كل هذه لازم تحط في عين الاعتبار. والسوق والتسويق والماركتينج هذه كلها مصالح طبعا يعني لازم تأخذ بعين الاعتبار. ففي مصالح تجارية طبعا يجب أن نعتبرها، لكن في ما يعني كونسيرن صحية، فهي توازن. فأنا من نعم وجهة نظري، وأنا ماني خبير في الموضوع ده، إنه أنت إذا شفت عمود قريب منك يعني حاول انك انت تحمي نفسك. في اجهزه حتطلع دحين حتمتص الموجات هذه القويه، حاول انك انت تبعد عنها. التليفون مثلا لا تخليه في غرفه النوم، لا تخليه جنب ابنك لما تنام، حط التليفون برا في المطبخ، هذه تحمي نفسك من الجي 5.
السؤال الثاني من الأخ حامد مجدلي، اللي هو ما هي التخصصات الجامعية التي تهتم بجودة الحياة والسعادة من الناحية البيئية؟ وعنده سؤال برضو ثاني اللي هو بتعليق، هو أعتقد ما نراه في الدول الأوروبية من دهان واجهات المنازل بالألوان هو مثل واضح ونتمنى أن يطبق لدينا. بس خلينا نجاوب على السؤال حقه. طيب التخصصات الجامعية. ايوه، السؤال الثاني تحديدا في علم اسمه جينومكس فور انفراستراكشر، هذا علم جديد هو موجود من 20 سنه بس حتى الان لم يفعل. شايف كيف؟ يعني هو علم موازي لعلم الابيجينيتكس اللي صدر من مشروع تشفير الجينوم. جينومكس فور انفراستراكشر يقول لك التفاصيل اللي انا يعني حاولت الخصها ب خلال الوقت المتاح. في علوم أخرى، في علوم روحانية، يعني المسجد مثلا، المسجد له تأثير على البيئة، على الناس، على جيناتنا، بس الدراسات للأسف الشديد قليلة، وياريت الجامعات تبدأ تأخذ الشيء ده more seriously. المسجد نفسه شكله، تصميمه، مكانه، صوته، الديسيبلز، هذه كلها لها تأثيرات، فياريت هذه كمان إيه ندرسها وننشر المعلومات اللي يعني تطلع منها. وايش السؤال الثالث مره ثانيه؟ الثالث كان تعليق، واعتقد ما نراه في الدول الاوروبيه من دهانات واجهات المنازل بالالوان مثل واضح على تحقيق السعاده، نتمنى يطبق عندنا. شكرا. يس ميتو، انا تربيت في السويد ولاحظت وانا صغير انه كل شباك قدامه كده زي المركن ومليان زهور، وفي الصيف يعتنوا باعتناء خيالي لانه 6 شهور عندهم ثلج ما يطلع الزهر، بس من يوم ما تبدا الحراره يعني تصير كده الطف على طول يحطوا الورود والزرع وتحصلها طول ما انت ماشي في الطريق، الزرع على يمينك وعلى يسارك، وريت الشيء هذا يصير هنا. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور اسامه، وما شبعنا منك، لكن ان شاء الله حنستضيف مره ثانيه ونتكلم في المواضيع دي بتوسع. شكراً جزيلاً، شكراً للإصغاء. طيب الآن فارسنا الثاني في المحاضرة المهندس محمد علي شعلان، اليوم حيتكلم عن المحاضرة حقته جداً شيق، حيساعد حيتكلم عن إنترنت الأشياء وكيف عملية عمل الانترنت الاشياء، ونتكلم عنها وعلى تحسين الكفاءة التشغيلية في الصناعات والاعمال، كما انه يؤثر في اسلوب الحياة باعتبار ان احنا نتكلم عن جودة الحياة، ولذلك تحظى تطبيقات الانترنت الاشياء في قطاع الطاقة باهتمام خاص من المستهلكين والشركات وحتى الحكومات، حيث يتيح انترنت الاشياء فوائد عديدة للأنظمة إدارة الطاقة ومنها تحقيق كبير من التكاليف الصناعية في مستوى الأمان، ويلعب دور رئيسي في المدن والمباني الذكية، ما يؤثر على تحسين مستمر في نمط الحياة البشرية. ويعتبر إنترنت الأشياء أحد التقنيات الناشئة في الصناعة الرابعة، والتي تلعب دورا مهما في تحويل العالم وتبني منظومة جديدة لتحسين جودة الحياة وكافة استخدام الموارد والاستخدامات. طبعا تهدف هذه المحاضرة إلى طرح موضوع إنترنت الأشياء وعلاقته بالصناعة الرابعة ومستقبل كفاءة الطاقة والمدن الذكية. فإحنا نرحب بالمهندس محمد شعلان، وإن شاء الله تستمتعوا. تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. حياكم الله، أولا أهلا وسهلا فيكم، نشكر الإخوان في مجلس الجودة السعودي أكشولي لاستضافتهم لنا، وإن شاء الله تكون محاضرة قيمة وممتعة. في الحقيقة أنا راح أكمل إن شاء الله على فضل فيه دكتور أسامة، لأنه فعلا هو إحنا نتحدث عن الإنترنت الآن كإضافة، أو نتحدث عن إنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة لإضافة جودة الحياة وتحسين جودة الحياة في عدة جوانب. طبعا راح نتحدث عن المدن الذكية في خلال هذا الموضوع، راح نتحدث أيضا عن الصناعة الرابعة وإنترنت الأشياء، تحدث عن تطبيقات هذه الأشياء في المباني في المدن الذكية،
راح نتحدث ايضا كمان عن استخداماتها في المملكه العربيه السعوديه وعن الجوده وطريقه استخدامها والافاده منها كجوده. بدايه طبعا هذه المدن احنا كانت في البدايه المدن قديما يعني 1932 هاي المدينه كانت مدينه زي ما احنا شايفينها بسيطه. الان تحولت هاي المدينه الى هذا الوضع سنه 2017. طبعا هاي مدينه سيدني اللي ما بعرفها، وطبعا فرق شاسع جدا اللي صار فيها. طبعا كان دور كبير من هذا الموضوع لموضوع التكنولوجيا والثورات الصناعيه المتعاقبه. طبعا بدانا في موضوع الترانسبورتيشن او وسائل النقل. وسائل النقل طبعا لعبت دور مهم جدا، لانه لولا هذا الكلام ما كان المدن استطاعت انها تتوسع وتبنى بشكل حضاري وبشكل كبير جدا. موضوع الكهرباء، وجود الكهرباء كان له دور كبير جدا في تغيير بيئه الناس وطريقه الحياه واضافه اليات جديده وعمليات جديده. نتحدث عن المصاعد الكهربائيه مثلا، المصاعد ساعدنا في بناء ناطحة السحاب، ساعدنا في بناء الارتفاع العمودي، وهذا الشيء لم يكن متاح. طبعا هناك كان نقاط اخرى، مثلا انه بعض المدن كان فيها كوارث، كان فيها حروب مثل زي طوكيو، وطبعا نعرف كيف كانت طوكيو في 45 وكيف صارت بعدها فتره. كان في بعض الان نتحدث عن كوفيد وعن كورونا، لكن ايضا كان في الحمى الاسبانيه مثلا اللي هي كانت من 1918 ل 1920، وطبعا هاي اثرت بشكل ايجابي يعني، بالاضافه طبعا ان كان فيها مشاكل بلا شك، لكن في الاخر ما يهم انها اثرت بشكل ايجابي على كثير من الاشياء اللي احنا استفدنا منها في المدن، يعني تخطيط المدن العمراني، الانظمه الصحيه، انظمه الصرف الصحي، انظمه التهويه الجيده، المسافات، كل هاي الاشياء كانت بسبب واحد من تاثيراتها تاثير الحمى الاسبانيه وما تلاه من مشاكل واشياء غيرت اشكال المدن. طبعا المدن نطلع اليها كمان، فهي مدينه سيول، مدينه كانت يعني بسيطه جدا، بنشوفها اليوم مدينة حضارية من أكبر مدن العالم، من أنشط مدن العالم. طيب الآن طبعا التكنولوجيا لم تتوقف، احنا تحدثنا عن مجموعة من التكنولوجيا اللي ساعدت الناس على أنها تطور حياتها بشكل ما. اليوم نتحدث عن الصناعة الرابعة أو التحول الرقمي، نتحدث عن تقنيات كل يوم تطلع تقنيات جديدة. هاي التقنيات لها عمر، أحيانا هاي التقنية تنضج وتكتمل، أحيانا التقنية تضمحل وتزول. طبعا كل هذا بدراسات مستمرة وتجارب مستمرة. طبعا نحن التقنيات هاي نوظفها يعني في المدن، يعني حتى نصنع السعاده، حتى نصنع البيئه الجميله، نوظف هذه التقنيات، نوظفها في العنايه بالبشر، نوظفها في المدن تكون جميله، في سهوله الوصول للخدمات، في سهوله المشتريات والمبيعات، في سهوله انظمه الطاقه، المواصلات، غيرها من الاشياء. وهذا طبعا بدا مجرد ما بدات عمليه التحول الرقمي والصناعه الرابعه. طبعا جزء من المهم يعني بجزء يعني نتطرق له، اللي هو انه في عندنا احنا بالاضافه للحاسبات الشخصيه والاجهزه اللي عند الناس، في عندنا الكمبيوترات العملاقة أو السوبر كمبيوترز، اللي هو طبعا هذا ثاني أكبر كمبيوتر في العالم عند وزارة الطاقة الأمريكية، يعني يزن 350 طن تقريبا على مساحة 500 متر مربع. هذا في طبعا عندنا 8 مليارات ترانزستور في كل معالج، وفي 9000 معالج، فهو عبارة عن كمبيوتر عملاق نوعا ما. طبعا هذا يستخدم زي إحنا لما نسمع عن جوجل أبليكيشنز أو الجي آي إس أو غيرها، كلها يعني في الخلفية في أنظمة طاقة، أنظمة حواسيب عملاقة بنستخدمها. طبعا يعني اذا بنرجع شويه بنعرف انه هاي الحواسيب العملاقه او المعالجات، لما نتكلم نقول 8 مليارات ترانزستور، الترانزستور عباره عن هاي يعني الترانزستور زي ما كنا نشوفه زمان في الدراسات القديمه وكذا. طبعا هو وهذا ترانزستور يعني هو في الحقيقه ذره تراب. فاحنا بنطلع على الباور 9 اللي هو اسرع معالج اليوم في العالم، بتكون من 9 مليارات ترانزستور، فهذا هو شكله الداخلي. فاحنا بنتحدث عن 9 مليارات ذره من التراب موصله بالذهب، وهي طبعا هي المكون الرئيسي والعقل المفكر في كل التقنيات اللي احنا اليوم بنشوفها. فهذا الشيء يعني بيخلينا دائما نفكر انه الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين، والتكنولوجيا اليوم اصلا هي مبنيه فعلا على السيليكون، ومبنيه على الرمل، ومبنيه على الطين. فاحنا يعني هو الان في تكامل حيوي ما بين الانسان وما بين الطبيعه، وهذا اللي طبعا الان قاعدين نستفيد منه في انجازات اضافيه اليوم. طيب احنا يعني مشينا في المدن الذكيه، طورنا المدن، عملنا اشياء كثيره جدا، لكن واجهتنا مشكله. المشكله اللي واجهتنا انه مثلا مجرد وباء زي كورونا اضطرينا انه صارت المدن خاليه، صارت المساجد خاليه، صارت معالم المطاعم خاليه، الطائرات كانت في الارض. اذا احنا ما استطعنا ان نصل للاستدامه في هاي المدن بالرغم من كل التقنيات اللي صارت. طبعا الاستدامه تحدثنا عن المدن الذكيه، لكن بدانا نتحدث عن شيء اخر ايضا، وهو التكامل او السيتي يعني المدن المستدامه. المدن المستدامه عندما نتحدث عنها نتحدث انه كما في الانسان، يعني الانسان
ليس هو فقط إنسان يتحرك فقط، وإنما الإنسان أيضا لابد من أن يكون هناك تكامل ما بين الروح والجسد والقلب والأعضاء وغيرها. وهذا نفس ما نحاول اليوم تطبيقه في المدن، بحيث تكون هذه المدن مستدامة، بالإضافة أنها تكون مدن ذكية مستدامة من ناحية مثلا في ناحية الاقتصادية. في ناحية الاقتصادية أنه تكون كل حي من الأحياء يخدمه كل القطاعات التي يستطيع له، هناك تموينات، بقالات، خدمات، مراكز أعمال غيرها، بحيث أنه في كل الحالات لو أردنا أنه هاي المدينة وهاي الحي نعزله بشكل أو بآخر يكون هناك استدامة داخل هذا الحي. موضوع التكامل في المجتمع، في المجتمع العلاقة بين الناس، العلاقة بين البيئة والمستشفيات والنشاطات تكون أيضا نستطيع الحصول عليها وترتيبها. موضوع البيئة والحدائق الموجودة، النشاطات اللي نستطيع، نشاطات ترفيهية، نشاطات الحدائق، نشاطات صحية نستطيع استكمالها وهي موجودة. المؤسسات الحكومية، المؤسسات بشكل عام التنظيمية، الوصول للخدمات بشكل عام يستطيع الوصول إليه، وهذا اليوم بنحاول نوصل له. طبعا يعني بقياس المدن العالمية، لما نيجي نتكلم عن مقياس المدن، هناك مدن مستدامة وهناك مدن ذكية. طبعا هناك مؤشرات، يعني لا يوجد تقريبا تقارير شمولية عن جميع المدن المستدامة والذكية، لكن مثلا هذا تقرير الـ IMD بتحدث أن سنغافورة هي المدينة الأكثر ذكاء في العالم. لما تحدث عن المدن المستدامة، لا يوجد حتى الآن مدن مستدامة بشكل كامل، لكن هناك تجارب زي مثلا كوبي أو كيوتو في اليابان أو أوسلو في النرويج وغيرها من المدن اللي فيها نوع من الاستدامة. طبعا هناك تعريف للمدن الذكية وتعريف للمدن المستدامة زي ما بنشوفه. تعريف المدن الذكية، هو المدن الذكية الآن تعرف على أنها المدن التي تستطيع استوظيف التكنولوجيا بشكل تنافسي وبشكل عملي يستفيد منه الجميع ويستفيد منه الأجيال. عندما نتحدث عن المدن المستدامة، نتحدث عن المدن التي تحقق الاستدامة بكل قطاعاتها، من ناحية الاقتصادية زي ما تحدثنا، من ناحية البيئية الاجتماعية والوظيفية أو مواضيع الحوكمة المتعلقة بالحوكمة. طبعا الآن إحنا يعني نتحدث عن مدن ذكية مثلا، وذكر الدكتور أسامة عن مثلا مدينة جدة. الآن المدينة جدة صممت بشكل ما في وقت ما، الآن هل يمكن تحويلها المدينة إلى مدينة مستدامة، إلى مدينة ذكية؟ بالتأكيد هنا يعني كل مدينة يمكن تتحول إلى مدينة مستدامة وذكية، لكن لابد من وجود جهد. يعني بالوضع الطبيعي يعني أو النمو الطبيعي للمدن من غير تدخلات لن يصنع مدينة مستدامة أو مدينة ذكية. والسبب طبعا أنه التقنيات الآن تنشأ وتتطور بشكل أسرع بكثير من القطاعات الأخرى. يعني التكنولوجيا تتطور أسرع من الأعمال، أسرع من ثقافة الناس، وأسرع من القوانين والتشريعات الموجودة. فبالتالي لابد أن يكون هناك جهد، لابد أن يكون هناك رغبة في التحول والتطور والتطوير حتى يكون هناك تحويل لهذه المدن وصناعتها من جديد على مستوى أحياء أو مستوى تخطيط. لكن لابد أن يكون هناك عمل وتخطيط، يعني لأنه بطبيعة الحال التطور التقني أسرع من التطور في الجوانب الأخرى. ومن هنا ننشأ عن تحديث، يعني أنا بحب هذا دائما أعرف تعريف التحول وأقارب التغيير. التغيير عادة بيكون تدريجي، بحيث يكون هناك تغيير تدريجي. مثلا أنه إحنا لو أفعى غيرت لونها، تغيير بالشكل، هذا تغيير. لكن إذا كنا نتحدث عن تحول، فإحنا نتحدث عن صناعة مستقبل جديد، مستقبل جديد مبني على معطيات جديدة، أفكار جديدة، مثل الفراشة مثلا. فراشة تتحول عادة من شرنقة حتى تصل إلى فراشة مكتملة، فلا بد أن يكون هناك عملية تحول بشكل كامل. طبعا التقنيات ليست قليلة، يعني كل يوم تنشأ تقنية جديدة وعدد كبير ما يسمى بالتقنيات الناشئة أو الإميرجينج تكنولوجيز، يعني منها الذكاء الصناعي كما تحدث أستاذنا، منها البيانات الضخمة، منها تحليل البيانات والبلوك تشين وغيرها. نحن اليوم دورنا نتحدث تقريبا عن جزئية فقط في الاي او تي اللي نركز عليها من هذه التقنيات، لكن هناك طبعا العديد من الأشياء. لما نتحدث عن الاي او تي بشكل أساسي، راح نتحدث عن بعض الجوانب الاستخدامات لهذه التقنيات، سواء كانت في الحكومة الإلكترونية، في المدن الذكية، في استهلاكات الطاقة، في استخدامات الطاقة وغيرها من الأشياء. طبعا ما يميز الثورة الصناعية الرابعة بشكل أساسي هو أنها يعني غيرت الحواجز ما بين ما هو مادي، لأنه إحنا طبعا كانت الثورات الصناعية السابقة مثلا صناعة الآلات أو كذا، كنا نتحدث عن قوة عضلية، قوة عضلية استطاعت تحقيق الكثير من الفوائد، وصنع زيادة الإنتاج، زيادة الزراعة، زيادة وهكذا. لكن اليوم أيضا نتحدث عن الكسر الحواجز ما بين ما هو مادي بحت وما هو عضوي، بحيث أنه في هذه الحالة يستطيع التكامل، أصبحت الآلات عندها تحس، بإمكانها تتفاعل مع الإنسان. مثلا لما نشوف مدينة ذكية أو بيت ذكي، معناته أنه هذا البيت ممكن أنه
إذا الإنسان خرج من المنزل تلقائيا تنطفئ الأنوار، تلقائيا تشتغل أجهزة الأمان، وهكذا مما يعني أن هناك تكامل حيوي ما بين الإنسان وما بين الأدوات الموجودة وهكذا. فهي طبعا ما يميز الثورة الصناعية الرابعة، أنها تزيل الحواجز بشكل أساسي. طبعا الاي او تي أو الإنترنت أوف ثينجز، إنترنت الأشياء، هو شيء مهم جدا، لأنه هو الجزء الذي يحس بمشاعر الأجهزة، خلينا نقول، بحيث أنه يطور ويوصل الرسالة بشكل مناسب للتفكير للخطوات القادمة. هل نستخدم عليها تقنيات ذكاء صناعي؟ هل نستخدم عليها أي من التقنيات؟ وهكذا. فهي البداية عادة في الإحساس، أنه نشعر في الإحساس، نشعر في الطريق. طبعا إحنا لما نيجي نتكلم عن أي تكنولوجيا أو أي شيء، إحنا ما بنبدأ من العدم يعني، ولا الهدف هو فقط أنه نخترع تكنولوجيا لا توظف. كما شفنا في المنحنى في البداية، هناك تقنيات كثيرة تعيش وتموت ولا يسمع بها أحد يعني. حتى جوجل عندهم شيء معروف اللي هو مقبرة جوجل، يعني بعض المنتجات أو التكنولوجيا تبدأ ولا تكتمل أصلاً يعني، لأنه خلاص لا يكون لها استخدام أو يكون هناك فشل في استخدامها أو غيره. فإحنا نتحدث دائماً عن وجود تكامل بهذا، بشكل أنه أولاً في عندنا تقنية معينة، هاي التقنية لابد يكون في ابتكار بحيث نستطيع توظيفها بشكل مناسب، وبنفس الوقت يكون هناك تغيير في عقلية المستخدمين وعقلية الناس الذين بيستخدموها، سواء مشرعين أو مستخدمين أو منسقين أو غيرها، بحيث يتم توظيف هذه التقنية بالشكل المناسب. وهذا ما يعرف بالإيكو سيستم، يعني بنفس منظومة البيئة الحيوية، أنه التقنية يجب أن تكون تقنية، لكن لا يعني لن نستطيع الاستفادة من التقنية إذا لم يكن هناك بيئة مرافقة تستطيع خدمة واستخدام هذه التقنية. ومن هون طبعا بنقول أنه إحنا في البداية لو عندنا أي شيء نبدأ من وجود تحدي معين. مثلا نأخذ تحدي في الطاقة، في الطاقة مثلا عندنا احنا جزء كبير جدا من الحرائق اللي بتكون في جدة بسبب اللي هي التوصيلات الكهربائية. طبعا التوصيلات الكهربائية لها عمر افتراضي، وبالتأكيد ان هناك مؤشرات، فاحيانا تبدأ الحرارة بالتزايد في مناطق معينة، وبعد ذلك انه تتأتي هاي النقطة تصبح منطقة وتنتج حريق بعد فترة. طبعا الان وفي وجود الان مع الاي او تي هناك بعض المجسات اللي تشعر انه في حرارة اضافية في هاي المنطقة، معناته انه في احتمال لو اخذناها بشكل تراكمي، معناته انه في احتمال انه يصير في حريق او يصير في اشكاليه في هذا المكان. فطبعا احنا هاي نقطه من الموضوع، انه في عندنا احنا تحدي معين، هذا التحدي بنشوف فرص توظيف التكنولوجيا في استخدام في الحل هاي المشكله. بعد ذلك بنشوف شو التكنولوجيا اللي بتناسبنا، هل هي مثلا اي او تي، هل هي البيج داتا، هل هي اي بيانات ضخمه، وهكذا حتى نرى. بعدين نبدا نبني عليها احنا ما يسمى باليوز كيس، هي اليه استخدام هذه التقنيات بحيث انه يتم استخدامها بشكل مناسب وبشكل جيد. بعد ذلك نفكر بالجانب الاقتصادي، بعد أن نضمن أنه من ناحية الفنية والناحية التنظيمية بإمكاننا استخدام هذه التقنية، نأتي إلى الجانب الاقتصادي، أنه هل فعلا مجدي أو غير مجدي اقتصاديا استخدام هذه التقنية. فهذا عادة نفكر فيه لما يكون في عندنا أي تكنولوجيا بدنا نستخدمها. طبعا نطلع إحنا في السمارت سيتيز، يعني في المدن الذكية، في التقنيات الموجودة مثلا زي الإنارة، زي سمارت باركينج مثلا، زي الكاميرات الموجوده في الاي او تي اللي تشعر انه في حركه في مكان معين فبتصور وهكذا. طبعا يعني ميزه الانترنت اوف ثينجز الاي او تي بشكل عام انه هو موضوع سهل، يعني يمكن يتركب على اي مكان على اي جهاز، سواء كانت هاي الاجهزه. يعني انا شفت الدكتور اسامه بتقول عن انه الجمادات تحس، فعلا هي الجمادات تحس، واحنا بجوز بنزيد احساسها اليوم بانه مركب عليها مجموعه من السنسرز. يعني احنا مثلا عندنا من النقاط في موضوع الاراضي بشكل عام مثلا، انه بعض الاراضي بدل ما نركب عليها البتر اللي بسموه على الزوايا، الان احنا بنركب عليها اي او تي، بحيث انه هاي الارض تعرف بشكل كامل مجرد ما تمر جنبها، انك تعرف تحديد الارض ومكانها من غير ما تضطر تجيب مساح او اي شيء من هذا القبيل. حتى الحسابات كميه وردميه وكذا ممكن بعضها باستخدام بعض التقنيات الموجوده. فبالتالي فعلا احنا الان بنحس بهذا الموضوع. لما نيجي نتحدث عن الانترنت اوف ثينجز بشكل اساسي، بنتحدث انه اول شيء هي طبعا شبكه من الاشياء، الجمادات اللي كانت أصلاً جمادات اليوم إحنا أعطناها إحساس، صرنا نحس فيها. صارت هاي الجمادات تتفاعل فيما بينها، تتحدث فيما بينها وتعطي إشارات. صار هناك إنترنت أوف إيفريثينج، حتى إنه كل شيء حاولنا نوصل له الإنترنت، سواء إنه كان إنسان، كان جماد، كان بروسيس، كان عملية غيرها، كل هاي الأشياء الآن بنحاول نكملها بشكل تفاعلي مع بعضها البعض. ثم نضيف طبقة من التناغم ما بين هاي الأشياء عشان يكون في عنا الآن مدن مستدامة تحس ونستطيع العيش فيها بشكل افضل. هاي كلها طبعا تقنيات. طبعا الان الانترنت اوف ثينجز في ان احنا الاجهزه تختلف، يعني في ان اجهزه مصممه للمستهلكين، في اجهزه مصممه للمصانع، في اجهزه مصممه للشركات والمكاتب وغيرها من المنظمات. يعني ف
فبالتالي طبعا الان يعني هذه بشكل عام عن الانترنت اوف ثينجز، شو هو، ما هي الثوره الصناعيه الرابعه، الى اين وصلنا، كيف نستفيد منها، لان الهدف هو الاستفاده طبعا بلا شك. الان بعد ذلك نتحدث عن مجموعه من اليات الاستخدام او اليوز كيسز المتعلقه بالسمارت سيتيز مثلا والاي او تي، كيف نستخدمها في المدن الذكيه والمدن المستدامه. نتحدث عن السمارت ووتر، نتحدث عن المياه الذكيه، نتحدث عن الاناره العامه، نتحدث عن المباني الذكيه، عن حمايه البيئه، نتحدث عن الحركه الذكيه ايضا. اذا نطلع مثلا على المدن، على المياه الذكيه، المياه الذكيه طبعا احنا في عندنا يعني نسبه 40% من المياه في العالم تهدر بسبب سوء الاستخدام او بسبب الشبكات المهترئه او المشاكل اللي بتتم. طبعا الان وجود تقنيه الاي او تي بشكل اساسي بتساعدنا على المحافظه على المياه المهدوره، بنشعر فيها بشكل افضل، بنشعر في موضوع البوليوشن او التلوث، لو في اي تلوث في اي مكان بنشعر فيه. كمان في عندنا احساس بالفيضانات او باي مشاكل بتصير، الصيانه يعني متى هاي الاجهزه بتحتاج الى صيانه. يعني بنشوف بعض الانظمه مثلا ما في داعي انه نستنى لغايه ما انه الجهاز يتلف او انه المنظومه تتلف او الشبكه تهترق، لا بد يكون احنا استباقيين في صيانه بعض المنظومات وبعض الاجهزه. فهاي مثلا نستفيد منها. في عندنا موضوع اللايتنينج، الاضاءه. الان الاضاءه مثلا التحدي انه احنا فينا 19% من الطاقه التي تستخدم، هي تستخدم في العالم يعني تستخدم بإنارة الشوارع بشكل أساسي. فبالتالي الآن ما في داعي إنه نعمل إحنا إنارة في كل شارع وفي كل حي إلا إذا كان في حركة، إلا إذا كان هناك سيارات تتحرك أو في ناس بتحركوا وهكذا. فبالتالي الآن إحنا بإمكاننا بهذه الطريقة أن يكون في عنا آليات سهلة، أنظمة تركب من شارع رئيسي إلى شارع فرعي، تنتقل من مكان إلى مكان، تعطيك نوع من الحركة إن والله السيارة تتحرك من مكان إلى آخر، تعطينا هذا نوع من السكيورتي أولاً، وبعدين كمان إنه توفير في الطاقة بحيث إنه المنظومة ككل، منظومة الإنارة العامة تتكامل فيما بينها وتعطي إشارات بين الأجهزة بحيث إنه نعمل إضاءة في الشارع المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب، مما يوفر طاقة بشكل كبير جدا. نتحدث عن الحركة، يعني إحنا كلنا مثلا كنا نمر على أن يجي نعمل بدنا نعمل باركينج في مول أو في مكان، فتفاجأ إنه المليان مثلا ما تقدر تعرف وين المصفات، أو مثلا إنه تطور شوية صار يعطيك إنه إشارة والله 50% أو 70% مثلا من الآن، لكن طب في أي طابق في أي مكان. فالآن إحنا مع السمارت باركينج الآن بنفكر إنه الآي أو تي سنسرز بتعطيك إشارة إنه ما هو المكان بالضبط الفارغ، رقم 55 رقم 77، بتعطيك أجهزة الإنارة على الشارع بحيث إنه أنت تعرف تتوجه مباشرة إلى هذا المكان وتعمل له إنارة، ويعني وتصف وتكون عندك عملية اصطفاف في المكان المناسب في الوقت المناسب. تحدث مثلا عن موضوع الحركه يعني والتطبيقات دكتور اسامه، فاحنا بنكمل انه فعلا احنا اليوم التطبيقات نفكر فيها هي انه تعطيك مرونه في انه وين الشوارع المزدحمه، وين الشوارع بشكل ديناميكي وبشكل تفاعلي. برضو فينا موضوع يعني البيرسونلايز ترانسبورتيشن، انه هي ممكن احيانا انه في شخص بحب انه يختار طريقه بناء على اقل ازدحاما، في ناس بيختارها على بناء على انه تكون الشارع اسهل، الحركة أسهل، خاصة في بعض البلدان اللي فيها بلدان جبلية أو شوارع جبلية وشوارع سهلية وشوارع غيرها. بعض الناس لهم هواية إنه يمشي في الشوارع الجبلية أو السهلية أو غيرها. فبالتالي هاي يعني كل الأشياء منظومة الآي أو تي الآن بإمكانها تساعدنا على حركة مستدامة وسلسة. لو تحدثنا على موضوع الطاقة، تحدثنا مثلا إحنا على موضوع الإكسس هيت اللي هو الحرارة الزائدة واللي بتسبب حرائق، وكيف إنه ممكن نعالجها بموضوع الآي أو تي. نتحدث أيضا عن موضوع القياس السمارت ميترينج. الان طبعا شركه الكهرباء سكيكو بتركب عدادات ذكيه في المباني، وهم ماشيين بمشروع تدريجي. طبعا هذا مبدئيا هو يعني يعطي اشاره لشركه الكهرباء باستمرار عن حجم الطلب على الكهرباء في اي ساعه وفي اي لحظه. فبالتالي ما في داعي انه يجي القارئ لبيتك عشان ياخذ العداد وبعدين يرسل لك الفاتوره. اليوم العداد تلقائيا بيرسل هذه المعلومات لشركه الكهرباء. والاكثر من هيك طبعا انه بعد شوي بامكاننا نشغل انه الاستهلاك يكون مبني على عدد الساعات، يعني مش عدد الساعات، على الاستهلاك الفعلي. مثلا انه الاستهلاك من الساعه 10 صباحا للساعه 6 صباحا بتسعيره معينه، الاستهلاك خلال الليل تسعيره اقل او اكثر. طبعا هذا بعطينا بنقلنا لموضوع ريسبونسيف ديفايسز، يعني انا مثلا اذا عندي غساله او عندي ثلاجه او عندي او بعض الاجهزه ممكن اشغلها بوقت معين، فبالتالي بصفي انه هذا الجهاز راح يصير ريسبونسيف. انا ممكن اكون وانا في مكتبي او خارج المنزل او اي شيء اشغل الغساله في الوقت اللي هو سعر الطاقة فيه منخفضة وأقل منها في يعني في بدل ما أشغلها بوقت الذروة وأدفع تكلفة إضافية. فهذا بيساعد على إنه الطاقة بشكل عام والجريد يعني يصير فيه نوع من التكامل،
بحيث بدل ما أركب مولدات جديدة كل فترة، لا أنا فعليا بوزع الطاقة بوزع الأحمال بالشكل المناسب. هذا نفسه ينطبق على موضوع الطاقات المتجددة. في الطاقات المتجددة أيضا نفس القصة، أنه إحنا الآن بإمكاننا نضيف منظومات متجددة للطاقة في أماكن مختلفة، نشغلها في وقت مناسب ونقللها، وهذا بيساعد بيقلل معاملة نقل الطاقة من مكان إلى مكان، خاصة مثلا المزارع معزولة أو مناطق معزولة أو مصانع معزولة، ما في داعي نمد لها شبكة كاملة من الطاقة، إنما نكتفي في إنه نكتفي يعني إنه نعملها وحدة طاقة في المكان نفسه. بنتحدث مثلا عن حماية البيئة أيضا، وكيف إنه نساعد مثلا معالجة الفضلات بالشكل إنه بشكل ذكي. طبعا ما في داعي إنه سيارة الفضلات تمر كل يوم، إنما بتمر في وقت ما يكون فيه هاي الفضلات امتلأت، بتساعدنا على إدارة الحشود، نعرف وين الأماكن، تساعدنا على المحافظة في الحرارة، تصحر غيرها، وكثير من الأشياء. طبعا بتساعدنا على الأسيت تراكينج بشكل أساسي من ناحية الأمان، والهاي تتبع أي سيارات أو أي مشاكل بتصير، يكون في عملية تتبع لهاي الأجهزة، معروف أماكنها، معروف الهاي، ونتحدث عن تفاصيل إضافية فيها. طبعا يعني زي ما قلنا، هاي مثلا في الأراضي بتحط بدل البترات اللي كانت موجودة بإمكاننا نحط أجهزة تقيس أو تحدد مواقع الهاي، وتحدد المناطق الخطرة، تحدد لو حد اقترب من مكان خطر، منزلق، مرتفع، أشياء زي هيك، تعطي إشارات إنه في هذا المكان مر إنسان، مرت سيارة أو كذا، في مكان في إشكالية معينة. طبعاً السمارت بيلدينجز يعني الآن المباني الذكية طبعاً نتحدث عنها، وبالتأكيد معروفة صارت الآن بشكل واسع جداً، كثير هناك من المباني الذكية اللي صارت موجودة. طبعاً المباني الذكية بتساعدنا على استهلاك الطاقة بشكل متناسب، بتساعدنا على استخدام التنظيف مثلاً. الآن صار فينا روبوتات، بعض المباني بيستخدموا روبوت في التنظيف، فهذا الروبوت ممكن يجي حسب الحاجة في الوقت المناسب في المكان المناسب وينظف بالشكل المناسب. لما تخف الحركة في هذا المكان، المكتب هذا فاضي، المكتب هذا مشغول، فبصير عملية التنظيف مرتبة ومسهلة. نفس الشيء في موضوع السكيورتي والأمان وتوظيف الأمان، بيساعدنا أيضا في موضوع اللاندسكيب، في تصميم المباني، تصميم الإنارة، تصميم غيرها من الأشياء المعمارية، بحيث أنه نحاول نحقق السعادة ونحقق بشكل أساسي مدن ذكية مستدامة تساعدنا على الحياة بشكل أفضل. إذا بتحدث عن الجودة، طبعاً الجودة في المدن الذكية هي شيء مهم جداً. طبعاً السبب إنه هاي الأجهزة طبعاً قد تكون أيضاً موقع للاختراق، يعني وجود أجهزة وسنسرز في كل مكان وحساسات ومجسات ممكن يسبب لنا إشكالية كبيرة في موضوع الاختراقات. طبعاً جزء كبير من الاختراقات اللي تمت في فترات معينة، طبعاً احنا شفنا هجمات على أنظمة الطاقة في بعض المدن، شفنا مثلاً إنه اختراقات تمت للشبكات أو كذا من خلال يعني الطابعات أو من خلال الأجهزة اللي هي أو كاميرات أو غيرها من الأجهزة، احنا نعتبرها أجهزة ذكية. والسبب طبعا هناك خطورة دائما في عملية التحديث المستمر لهذه الأنظمة، متابعتها، المقاييس اللي تنحط عليها وهكذا. فلهذا طبعا لابد من صناعة الجودة أو إضافة الجودة، مش إضافة يعني، لابد من يعني تكون رحلة الجودة رحلة مكتملة على طول الخط، وهي يعني من البداية إلى النهاية خلال أي جهاز نستخدم فيه الـ IoT. في نفس الوقت طبعا احنا انظمة تشغيل مترافقة معها، في انها انظمة توصيل، لان هي شبكة من الانظمة، فبالتالي لابد انه يكون دائما في عمليات ما يسمى بالحوكمة هاي الاجهزة، بحيث انه ندقق في المنظومة المتشابكة لهاي الاجهزة، لانه طبعا معروف انه هي النقطة الاضعف هي يعني الشبكة ضعيفة بحسب اضعف نقطة فيها، فبالتالي اضعف نقطة هي السبب المشكلة، وبالتالي لابد من هنا دائما نهتم كيف يعني نحمي كل الجوانب وكل النقاط، سواء كانت أنظمة تشغيل، سواء كانت أنظمة اتصال، سواء كانت أجهزة وهكذا، بحيث يكون هناك تجديد مستمر وتطوير لهذه الأنظمة. طبعا احنا قلنا انه الرحلة يعني الجودة هي رحلة تبدأ من البداية وتستمر حتى النهاية، لابد من تدريب الناس وتعليمهم، لأنه جزء مهم من الموضوع ليس فقط الآلة، يعني الآلة جزء، لكن تحدثنا انه الصناعة الرابعة اصلا الجزء المهم فيها هي التكامل ما بين البشر وما بين الآلات، فبالتالي لابد من تعليم الناس وتدريبهم. وأيضا يجب أن نضع المستقبل في 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 بالنا في كل خطوة نخطوها. يعني نحن لا نتحدث فقط عن الآن فكرة بسيطة أو عن وقتنا، نتحدث عن المستقبل وكيف سنسلم البيئة هاي والمكان هذا للأجيال القادمة، وها يعني وللمستقبل ولأبنائنا وغيره. تحدث أيضا طبعا عن أنه لابد من أن يكون في تشفير مثلا للبيانات، تشفير البيانات مهم جدا بحيث أن لا يكون هناك اختراقات أو غيرها، وهذا جزء من منظومة الحوكمة المرافقة للإنترنت أوف ثينجز أو إنترنت الأشياء. ودائما طبعا إحنا نتحدث عن طبقات مترافقة من الأمان يعني، وتوظيف الطبقات يعني، بحيث أن لا يكون هناك طبقة واحدة فقط من الحماية، لابد أن يكون طبقات متراكمة يعني من الحماية واستخداماتها.
في المحور الأخير أنا طبعاً حدث فيه هو موضوع الإنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية. إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية صراحة في تطور كبير جداً، يعني يحدث بشكل مستمر ومتطور. أول شيء بدنا نلاحظ هنا في تقرير الـ IDC مثلاً عن عن الصرف بشكل أساسي على والنمو في إنترنت الأشياء. زي ما احنا شفنا 2018 هذا كان الرقم الإجمالي، مثلاً كان عندنا طبعاً مليون دولار، فكان عندنا 1263 مليون. الآن احنا نتوقع أنه بال 2023 يرتفع هذا الرقم إلى 3000 مليون أو 3 مليارات دولار، يعني إنفاق على الأجهزة الآي أو تي، استخدامات الآي أو تي وحسب تقرير الآي دي سي. هذه الاستخدامات طبعا زي ما احنا بنشوف في عدة قطاعات بشكل أساسي يعني بتستفيد منها. بنستفيد منها بشكل أكبر في موضوع الديستريبيوشن، التوزيع والمبيعات، التجزئة وغيرها، موضوع التصنيع. القطاع العام ايضا يستفيد منها، المستهلكين النهائيين، البنيه التحتيه، واقل بقيقه قد يكون يعني الاقل هو القطاع المالي يستفيد من هذه الخدمات ايضا. اذا طلعنا اذا اخذنا يعني تقسيم لهي الصرف او هذا المبالغ اللي تصرف، بنلاقي انه اول شيء في موضوع الاست مانجمنت والاست تراكينج ومساعد على وصول الاجهزه وغيره، موضوع الامان بشكل اساسي، التصنيع، وموضوع الفليت مانجمنت والفرايت مانجمنت والفرايت مونيتورينج، مراقبة الأشياء وتتبع السيارات غيرها. هاي هي القطاعات الأكثر استخداما في إنفاق على الإنترنت الأشياء. طبعا احنا في عنا يعني هيئة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، طبعا لأنه لابد من ضبط هاي الأشياء ولابد من يعني مراقبتها ووضع القوانين. فاحنا في عنا طبعا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، أصدر في سبتمبر 2019 اللي هو إطار العمل المتعلق بمراقبة استخدام إنترنت الأشياء. من ضمنه مثلا كان تحديد لاستخدام الأدوات كيف نستخدمها بشكل أساسي، كان كيف العلاقة بين الآلات والترابط ما بين الآلات كيف تستخدم. تحدثنا عن بعض التعريفات، مثلا ما هو إنترنت الأشياء، ما هي التراخيص الموجودة. كان تقديم مثلا لموضوع بعض المشرعين اللي هي الخدمات، مثلا أنه بعض الشركات الآن بدأت، إحنا في عندنا زين وموبايلي والإستيسي كمقدمي خدمات أساسيين للإنترنت والاتصالات، لكن في فوق هذا الموضوع في الآن يعني طرح موضوع إيجاد مشغلين لإنترنت الأشياء يستفيدوا من هاي الشبكات كبنية تحتية حتى يقدموا خدمة إنترنت الأشياء بشكل مستقل، وكان هذا نوع من التنظيم لهذا القطاع. بنتحدث أيضا يعني بشكل أساسي هاي النقاط، طبعا في نقاط أخرى تتعلق بتشريعات وغيرها، وهذا النظام يعني يتطور بشكل مستمر من هيئة الاتصالات وطبعا معرف وموجود. وهدف رئيسي من أهدافه هو ضبط الحوكمة والجودة في إنترنت الأشياء واستخداماتها في المملكة. يعني هذا هي الشريحة الأخيرة عندي. وطبعاً بنا بهمني أن يعني نحتفظ من هذه المحاضرة بعض الأشياء يعني تبقى في ذاكرتنا. الأول شيء طبعاً أنه إحنا اليوم ننتقل بشكل أساسي وكل الأفكار تنتقل إلى المدن الذكية المستدامة والمباني الذكية التي تصمد في وجه الأوبئة والأمراض وغيرها، بحيث تكون حياتنا إن شاء الله أفضل في المستقبل. نتحدث طبعا انه لابد من الابتكار، لانه كل بيئه لها مزاياها وعيوبها وغيره، فبالتالي لابد من وجود ابتكار. التقنيات الموجوده طبعا هي تقنيات ناشئه وتنشا كل يوم تقنيات جديده، لكن احنا الان كمان نتحدث عن كيف نستفيد منها، وانترنت الاشياء احد هذه التقنيات. بنتحدث عن الصناعه الرابعه الان، انه كيف هي دمجت ما بين الاشياء الفيزيائيه والاشياء الحيويه. ونتحدث بعد ذلك عن انه بشكل اساسي انه الجوده، ونحن في مؤتمر الجوده يعني نتحدث عن جودة شيء أساسي في التقنيات الناشئة، في استخدام التقنيات الناشئة في إنترنت الأشياء، في حوكمتها وضبطها بشكل أساسي. هذا من جهتي. والآن لو عندكم أي سؤال أو شيء نرجع للدكتور هاني. شكرا جزيلا، كانت ممتعة وتحتاج أطول، وإن شاء الله نأخذها فوق أطول. أنا عندي مداخلة من الأخ الأستاذ حماد مجدلي، تقول كلما توغلنا في الاعتماد على الذكاء الصناعي كلما زادت نسبة المخاطرة، وهذا يجب أن نركز عليها أثناء دراستنا بجانب الدراسات الاقتصادية. فإذا عندك والله نعم، يعني هو النقطة بصراحة دائما أنه اعتمادنا على التقنيات لابد أن يرافق ما يسمى بالحوكمة. يعني الحوكمة التقنية أو التكنولوجي governance بشكل أساسي شيء مهم جدا لضمان الاستدامة، لأنه مثلا إحنا عندنا إذا بنينا أي شيء ولم يكن هناك استدامة فيه، فبالتالي ونحن فعلا نتعرض للمخاطرة. وهنا يأتي دور التشريع يعني بشكل أساسي، والتطور التشريعي في هاي النقاط بحيث نضمن الحوكمة. يعني دائما إذا عندك منظومة أو أي شيء لابد أنك تعمل إطار عمل مرافق لمراقبة هاي المنظومة بشكل فعال ودقيق،
وهذا الشيء دائما مركز عليه. وطبعا الحوكم الان يعني نسمع الاسم بدا يتكرر بشكل كبير، لان فعلا الحوكم الان شيء مهم جدا في ظل هذه المنظومه. فيعني انا بقول نركز على الحوكمه. انترنت الاشياء، هل يعني كثير ناس بيستصعبوا فهمه؟ وجهه نظرك كيف نقدر تدريجيا نعمل له توعيه وتعريف للناس عشان اي شيء جديد داخل علينا نبدا نخاف منه؟ طبعا يعني انترنت الاشياء الان صار دخل في حياتنا بشكل كبير جدا، يعني دخل في كل يعني صراحه في يعني ابسط مثال مثلا يعني انا اعرف مثلا ارامكو مثلا دخلوا انترنت الاشياء لموضوع مثلا الصيانه الدوريه. بتعرف انه مثلا ارامكو عندهم محطات صناعه النفط او كذا في وسط الماء بشكل اساسي، وفي المقابل لما يكون في اي مشكله فيها بده يجي مهندس من الموقع من الارض يعني من الدمام مثلا ينتقل الى المحطه الموجوده في البحر بطائره عشان يشوف ايش المشكله المره الاولى، ثاني مره يرجع لو كان بده يعملها صيانه او غيره ويجيب قطعه الغيار معه. الان هذا كله الان نختصره في الانترنت اوف ثينجز، انه خلص هو السنسر راح يحكي لك انه انا عندي المشكله الفلانيه، وحتى احيانا هو يعطيك تقدير لهي المشكله انها راح تصير بعد يوم بعد يومين. فانت المهندس بيجي الان مره واحده بدل زيارتين او ثلاثه معه القطعه المناسبه بالشكل المناسب بيركبها، ويكون هو المهندس المختص، لانه بدل ما يجي مهندس اولا يستكشف ايش الموضوع بعدين يجي واحد ثاني يكون مختص في موضوع اخر. فهي يعني فائده واضحه جدا من انترنت الاشياء. فبالعكس هي راح تنظم حياتنا، تساعدنا كثير، توفر علينا بشكل كبير جدا، لكن طبعا بالتاكيد لابد من ضبطها وحوكمتها بشكل مناسب. كثيرا عندنا اسئله نحفظ من عندنا سؤال من الاخ ابراهيم عبد الرحيم محمد، كيف يمكننا اداره المعرفه في ظل حجم البيانات؟ والله يعني هو صراحه لابد من الان يعني فعلا هي موضوع اداره المعرفه في حجم البيانات المترافق. طبعا اذا تحدثنا عن الانترنت اوف ثينجز هناك منظومات او هناك مستويات من اداره المعرفه المتعلقه في البيانات المتدفقه من هاي الاجهزه، طبعا هناك مستويات للتنقيه وتصفيه البيانات. لكن اذا تحدثنا عن الحصول على المعلومات من مصادر مختلفه فلا بد الوصول بصراحه الى متخصصين يساعدوا احيانا في تنظيم، لانه كل انسان له تخصصه الان يعني بشكل اساسي. يعني اليوم بتحدث عن التحول الرقمي، بتحدث عن التقنيات الناشئه، لكن عندي بعض الجوانب اللي بركز عليها بشكل اساسي مثل المدن الذكيه وغيرها وهكذا. فبالتالي لابد من الوصول ل يعني متابعه ناس متخصصين في مواضيع معينه يساعدوك على الوصول الى البيئه المنضبطه، بالاضافه الى الوصول الى المنظومه العامه. يعني احنا بنعرف شويه عن التحول الرقمي او الصناعه الرابعه بشكل عام، ثم نتخصص في جزئيه من الجزئيات. والمهم طبعا هو الفكره هي صناعه القيمه. يعني انا ليس الهدف انه احصل على تقنيات كثيره، انما الهدف انه ناخذ قيمه من هذه التقنيه ونحقق فائده. فبالتالي احنا ما يهمنا هو صناعه الفائده وصناعه القيمه من الاشياء اللي بنستفيد منها. شكرا جزيلا مهندس محمد، صراحه كانت محاضره رائعه وشيق لي، واليوم انا سمعت كثير معلومات جديده ضفت لي، جزاكم الله خير وشاكرين لكم. حياكم الله، اهلا وسهلا. فارسنا الثالث بهذه الليله المهندس طاهر محمد منصور، مدير قسم الميكانيكا في شركة ثاق السعودية. هيتكلم اليوم عن إدارة المخاطر، هي عملية إدارة وتخطيط المخاطر وتحديدها وتحليلها، تخطيط الاستجابة وتنفيذ الاستجابة ومراقبة المخاطر في المشاريع الهندسية. إحنا عندنا في الجودة إدارة المخاطر نأخذها من ناحية موضوع ثاني، اليوم حكلمنا هي من موضوع هندسي في إدارة المشاريع الهندسية وكيف سلوك أصحاب المصلحة يتفاعلوا مع هذه المخاطر وكيف يحلوا مشاكل هذه المخاطر ويتعرفوها، إيش واجبات مدير المشروع المسؤول عن الإدارة اليومية بإدارة المخاطر الفعالة على المشاريع، وتشمل عوامل النجاح الفعالة لإدارة المخاطر على سبيل المثال الحصر والتعرف على قيمة إدارة المخاطر والتواصل المفتوح والصادق والالتزام فرد والمنظمة في إدارة المخاطر في المشاريع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتور هاني، تحياتي للجميع، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اللي هنتكلم فيه إن شاء الله مع بعض عن إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية.
طبعا إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ عن الجودة، وده اللي هنعرفه إن شاء الله خلال المحاضرة. وكمان موضوع مهم ليس فقط للمشاريع وإنما للحياة بشكل عام. موضوع الريسك موضوع كبير، يعني مش هنقدر نلمه في نص ساعة أو في محاضرة أو في محاضرتين، ولكن هنحاول إن شاء الله بشكل مختصر ندي فكرة كاملة متكاملة عن موضوع إدارة الريسك في المشاريع. هنبتدي الأول بتعريف الريسك. إيه هو الريسك؟ الريسك ليه تعريف، لو بصينا في الديكشنري هنلاقي ليه تعريف واضح ومحدد، بيقول إن هو احتمال وقوع حادث غير متوقع. إنما معهد المشروعات الأمريكي كان ليه رأي تاني، بيقول إن هو حدث أو حالة غير مؤكدة في حالة حدوثها بيكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على هدف أو أكثر من أهداف المشروع. يعني صنف الريسك إلى ريسك عبارة عن ريسك إيجابي أو موجب، سماه opportunities أو فرص، لأن دايماً نظرة الناس للريسك إن هو حاجة سيئة، وحاجة تانية negative risk وسماها threats أو تهديدات، ودول النوعين اللي إحنا هنتكلم عليهم إن شاء الله. مهندس طاهر البرزنتيشن لو سمحت. موجودة يا فندم. أعمل شير الله يسلمك. تمام، شكرا لك. كمان هنقول احنا قلنا ان الريسك بيأثر على اهداف المشروع. ايه هي اهداف المشروع؟ اهداف المشروع عندنا التايم، السكوب، الكواليتي. كمان ممكن يكون عندنا اهداف مشروع تانية، زي ان انت تحقق شروط التعاقد بتاعتك، او تحقق الفاينانشال ميجرز اللي مكتوبة عندك في البيزنس كيس، زي النت بوزيتيف فاليو أو الـ Return on Investment أو الـ Internal Rate of Return. كمان أنك تحقق الـ Organization Strategy والـ Goals والـ Objectives، وأن أنت تحقق الـ Stakeholder Satisfactions. عاوزين نفرق ما بين الـ Risk والـ Issue، لأن دايماً بيحصل اختلاط ما بين ثلاث حاجات، الـ Risk والـ Issue والـ Hazard. الـ Risk حاجة لسه ما حصلتش، يعني بنسميها uncertainty، ممكن تكون حاجة positive، ممكن تكون negative، وبتأثر على الخطة بتاعتك، ولذلك لازم تعمل لها contingency plan عشان تتغلب عليها. أما الإيشو فدي حاجة حصلت already في المشروع بتاعك أو في الحياة بشكل عام، وطبعاً الإيشو دايماً ليها negative impact، ودي بتعمل لها control عن طريق الإيشو log. كمان ايه الفرق ما بين الريسك والهازارد؟ الهازارد بشكل مبسط ممكن يكون زي ما هو واضح عندنا في الصورة، ووتر، جاذولين، او ممكن يكون القيادة بشكل عام. بس لو جينا قلنا لو حبيت تقذف في المية وانت ما بتعرفش تعوم، فده يعتبر ريسك. يعني الريسك هو الهازارد زائد الاكسبوجا. كمان لو جينا نولع نار جنب الجازولين فده يعتبر ريسك، انما الجازولين لحاله هو ده الهازارد اللي عندنا. يعني الهازارد هو اي شيء ممكن ان يسبب ضرر. ده بصوره مبسطه الفرق ما بين الريسك والهازارد. ايه هو الريسك مانجمنت؟ لما بنقول عاوزين نعمل ريسك مانجمنت، ريسك مانجمنت هو اجراء تخطيط لاداره المخاطر عن طريق تحديدها وتحليلها وتخطيط الاستجابة لها وتنفيذ الاستجابة ومراقبة المخاطر بشكل عام في المشروع. إيه الغرض بقى عندي من عملية الريسك مانجمنت؟ هو إن أنا أزود فرص احتمال حدوث الأشياء الموجبة وأقلل فرص حدوث الأشياء السالبة، وبالتالي بأعزز من فرص نجاح المشروع. ايه هي اهميه الريسك مانجمنت؟ بيساعدك ان انت تتغلب على اي مشاكل او جريت دامج ممكن يحصل عندك في المشروع، وبتعزز من فرص نجاح المشروع عن طريق تقليل المصروفات وزياده البروفيت، وكمان بتعزز فرص نجاح المشروع وبتساعدك ان انت تكتشف نيو اوبورتيونيتيز. إطار إدارة المخاطر زي ما هو واضح قدام حضراتكم بيتم عن طريق مجموعة من العمليات، بتبتدي ببلان ريسك مانجمنت،
وبعد ما بعمل بلان ريسك مانجمنت بعمل ايدنتيفيكيشن للريسك مانجمنت، وبعمل بعد كده بيرفورم كواليتاتيف ريسك اناليسز، وفي بعض المخاطر بحتاج اعمل لها بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسز. كواليتاتيف ريسك اناليسز يعني بحدد المخاطر اللي عندي عن طريق ان انا بقول ده ريسك لو او ميديوم او هاي، اما الكوانتيتيف انا بحدد قيمه الريسك عشان اقدر اعمل له كونتينجنسي ريزيرف واقدر اعمل له امبلمنتيشن للريسك ريسبونس، وفي النهايه بعمل مونيتور ريسك فور اول انتاير بروسيس. الريسك مانجمنت بلان دي جزء من خطه اداره المشروع، وهي اللي بتحدد لي الاستراكشر بتاعي ازاي بتابع عمليه اداره المخاطر خلال المشروع، ودي بتتعمل في البلاننج فيز في بدايه المشروع، وبعمل لها ابديت خلال كامل المشروع. طبعا على حسب حجم ومدى التعقيد بتاع المشروع بيكون عندي حوالي 12 كومبوننت، ال 12 كومبوننت دول بيكون موجود كلهم او معظمهم في خطه اداره المخاطر، زي الانترودكشن والبروجكت ديسكريبشن وريسك مانجمنت ميثودولوجي، الرولز والريسبونسابيلتيز والاثوريتيز لفريق اداره المخاطر، الستيك هولدر ريسك توليرانس، وده مهم جدا هنتكلم عليه في كمان كام سلايد، لان ده اللي بيحدد لي التوجه بتاع الستيك هولدرز عندك في المشروع، وايه هو الاتيتيود بتاعهم تجاه اداره المخاطر، وده بيخليك انت كريسك مانجر او كبروجكت مانجر تقدر يكون عندك فيجواليزيشن او تصور للاتيتيود بتاع الستيك هولدرز. كمان بيكون في خطة إدارة المخاطر الكريتيريا فور سكسس، كمان بيكون موجود فيها الريسك مانجمنت تولز والجايدلاينز فور يوز، بيكون فيها بعض الديفينيشنز والتمبلتس زي الريسك ريجسترز اللي أنا بحط فيها المخاطر اللي أنا عملت لها ايدنتيفيكيشن، وبيكون فيها كمان الكوميونيكيشن بلان والريسك بريك داون استراكشن. طبعا الكوميونيكيشن بلان هنا مش خاصه بالمشروع ككل، وانما خاصه باداره المخاطر. بعد ما عملنا البلان ريسك مانجمنت وطلعت معانا الريسك مانجمنت بلان، تاني خطوه عندنا هتكون الايدنتيفيكيشن للريسك، والاوتبوت بتاع البروسيس دي عباره عن الريسك ريجستر. انا لو عاوز اعمل ايدنتيفيكيشن للريسك هعمله في خلال ثلاث مراحل من خلال 3 برسبكتيفز، في الباست والبريزنت والفيوتشر. في الباست بعمل عن طريق الهيستوريكال ريفيو عن طريق برومبت ليست او تشيك ليست، في البريزنت بعمل كرنت اسسمنت عن طريق انترفيوينج للاكسبيرتس اللي عندي في الفيلد بتاع البروجكت، وبستخدم الكرياتيفيتي تكنيكس للفيوتشر زي البرين ستورمينج. كمان عندي فيه تولز تانية زي الروت كوز ايدنتيفيكيشن والسوات اناليسيز اللي هو سترينث ويكنث اوبورتيونيتي ثريتس، كل دي تولز بقدر استخدمها عشان اعمل ايدنتيفيكيشن للريسك. ايه هي الكريتيكال سكسس فاكتورز لعمليه الايدنتيفيكيشن للريسك؟ ايدنتيفيكيشن للريسك ده موضوع مهم جدا، عشان كده لازم اعمل له ايرلي ايدنتيفيكيشن as soon as possible، وكمان بيكون iterative identification throughout the project life cycle. يعني مش بعمل تعريف للمخاطر اللي موجودة عندي بس في بداية المشروع، وإنما بكمل كمان خلال المشروع، لأن ممكن يظهر عندي مخاطر تانية خلال المشروع أو يكون عندي تصور. طبعا لما بنقول مخاطر يعني لسه ما حصلتش، في uncertainty ممكن تحصل، إذا حصلت فدي تعتبر issue، ده موضوع تاني خالص غير موضوع المخاطر اللي احنا بنتكلم عليه. كمان لازم يكون عندي comprehensive identification، يعني اعمل selection ل a broad range of sources of risk should be considered، ما اتكلمش على جزء معين من المخاطر اللي موجوده عندي في المشروع، لان معظم الناس بتتكلم عن المخاطر على اساس ان هي technical risk، بينسوا الفاينانس، بينسوا الكوميرشال، بينسوا المانجمنت ريسك، فلازم يكون عندي comprehensive identification.
رابع حاجة عندنا explicit identification of opportunities. قلنا برضو ان معظم الناس بيختار الريسك على ان هو negative risks او threats only. الopportunities ممكن تعزز من فرص نجاح المشروع. كمان لازم الريسك يكون linked to project objectives. ان انا بس اقول عندي ريسك لا لازم اقول ان ده ريسك related to time or cost or quality or scope ويكون عندي complete risk statement. ان انا بس اقول الريسك عندي مشكله في resources او في logistics دي كلمه غير مناسبه ولا تعبر عن طبيعه الريسك. لو بصينا للشكل اللي موجود قدام حضراتكم بيقول لك ان الكوست اوف تشينج بيزيد مع زياده الوقت في المشروع، وبالتالي الايرلي ايدنتيفيكيشن مهم جدا للريسك. لو حبينا نقول ايه هي احنا بنتكلم الان على المشاريع الانشائيه، لو حبينا نشوف ايه هي امثله المخاطر اللي موجودة عندنا سواء الثريتس أو الأوبورتيونيتيز. في الثريتس ممكن يكون عندك multiple change requests are needed due to unexpected site conditions. كمان ممكن يكون عندك subcontractor delay أو cash flow issues. ممكن تكون بتشتغل على ارتفاعات. كمان ممكن يكون عندك unknown site conditions وانت شغال لقيت underground utilities gas pipeline أو drainage أو storm أو electrical cables. كل دي unknown site conditions. كمان ممكن يكون السكوب بتاعك مش متعرف بشكل واضح وصريح، أو العقد بتاعك غير واضح، في حاجات كتير ناقصة، أو يكون عندك unexpected increase in material costs، نقص عمالة، natural disasters. وطبعا كلنا شفنا في 2020 اللي حصل بسبب كورونا، ودي حاجة كانت غير متوقعة وناس كتير ما كانتش عاملة حسابها. في ناس استفادت منها اعتبرتها opportunities وبالتالي استفادت منها كويس، في ناس تانية لا ما قدرتش تستفيد وكان لها تأثير سلبي عليها وعلى المشاريع بتاعتها. لو جينا نشوف بعض الأمثلة للopportunities، ان انت ممكن تعمل نيجوشيشن مع السبلايرز وتقلل الفيكسد كوست بتاعك وبالتالي تحصل على اسعار خرافيه وتزود من الربح بتاعك في المشروع. ممكن تقلل وقت المشروع عن طريق زياده وقت العمل، او ان انت تستخدم نيو تكنولوجي. يكون مثلا عندك جود بروجكت دوكيومنتيشن بتساعدك ان انت يعني كويك ديزاستر ريكفري. كمان ممكن تستخدم تسيف الوقت بتاع المشروع عن طريق نيو تكنولوجي او زياده العماله او الى خلافه. دي كلها فرص من الاوبورتيونيتيز، طبعا بتختلف من مشروع للتاني. عندنا الريسك بريك داون ستراكشر، ده كمان بيساعدنا في ان احنا ما ننساش اي ريسك عندنا. بنبص للريسك من جميع النواحي سواء تكنيكال او من ناحيه السكيدجول، ناحيه الكلاينت، هل هو تكنيكال ريسك او مانجمنت ريسك او كوميرشال ريسك. وده يعتبر تشيك ليست انا بستخدمها عشان ابص لي ميني ريسورسز فروم ويتش بروجكت ريسك مي ارايز in risk identification exercise. كمان الريسك ممكن يكون عندك political risk أو environmental، ممكن يكون internal لعلاقة بالorganization بتاعتك، أو يكون كمان external risk. عشان نحدد contingency plan بتاعتنا أو contingency reserve، في عندنا لازم نعرف الفرق ما بين risk probability والimpact. الريسك probability هو بيحدد لك احتمالية حدوث الريسك بتاعك ده قد إيه. أما الريسك impact ده بيقول لك الـ potential effect بتاع الريسك، وبالتالي بتقدر أنت عن طريق أن أنت بتضرب probability في الـ impact بتحدد الـ contingency reserve، وده هنعرفه في مثال قريب. البروبابيليتي اند امباكت ماتريكس زي ما هي موجوده قدام حضراتكم، دي تول بنستخدمها عشان نعمل بريوريتايزيشن للريسك. ليه؟ لان انا كشركه او كمنظمه او كمشروع حتى على مستوى المشاريع بيكون عندي مثلا ممكن 100 ريسك، ممكن 200، ممكن 1000. طيب هل انا كمدير مشروع او كريسك مانجر عندي وقت ان انا اعمل كنترول على كل المخاطر اللي موجوده عندي دي؟ طبعا لا ما عنديش، فلازم اعمل لها بريوريتايزيشن عشان
المخاطر ذات درجة الخطورة العالية أنا أبتدي أتعامل معها أولاً وبعدين الميديوم وبعد كده اللو. لو بصينا هنا في الدارك جري إيريا اللي قدام حضراتكم ده هنا المحور الرأسي عليه الأرقام. طبعاً الأرقام اللي موجودة هنا دي كلها دي preferences بتاعت الorganization، يعني الorganization هي بتحدد بتقول أنا لو عندي مخاطر أو خطر توصيفه كذا وكذا فده ليه probability قد كده أو ليه احتمال الإفكت بتاعه بيكون قد كده. probability دي مين اللي بيحددها؟ بيحددها الناس اللي عملوا identification للريسك أو الخبراء أو الناس اللي لها علاقة بالفيلد سواء technical أو commercial أو resources أو management. فبيظهر عندنا الرقم ده اللي موجود هنا قدام حضراتكم، دي ذات المخاطر العالية. المنطقة اللي في الميدل ذات المخاطر المتوسطة، والمنطقة الموجودة هنا الأخيرة دي ذات درجة الخطورة الخفيفة أو اللو، وكذلك بالنسبة للopportunities. ده بيساعدني أن أنا أعمل response plan. الستيك هولدرز احنا اتكلمنا عليهم في بداية الحوار وقلنا ان هم مهمين جدا، بس برضو نعرف مين هم الستيك هولدرز. الستيك هولدرز اي شخص او مجموعة او منظمة او شركة ممكن ان يتأثر او يؤثر بالقرارات او الاوتكم بتاع المشروع بتاعك سلبا او ايجابا. أمثلة الستيك هولدرز المانجرز الموظفين في المشروع، السبلايرز السب كونتراكتورز، الشير هولدرز الكاستمرز، حتى الجوفرنمنت اوثوريتيز او حتى الببليك، الببليك الناس نفسهم الببليك بتوع اللي حوالين المشروع بتاعك دول ممكن يكونوا ستيك هولدر عندك. اي ستيك هولدر انترنال او اكسترنال طبعا لازم يكون عندك انت كمدير مشروع او كريسك مانجر يكون عندك الستيك هولدر ريجسترز، لان دول لازم يكونوا انفولفد في الريسك ايدنتيفيكيشن والريسك مانجمنت بروسيس، وهنعرف ليه هم مهمين دلوقتي. الستيك هولدر بعمل لهم كمان اناليسز عشان اعمل لهم prioritization، اشوف مين فيهم اللي هعمل له مانج كلوزلي، مين كمان اللي هخليه لازم يكون عنده updated بالداتا، ومين اللي لازم يكون satisfied، ومين اللي اقل اهميه فبعمل له monitoring فقط لا غير. وده عن طريق الباور اند انترست جريد اللي موجوده قدام حضراتكم. احنا بندرس الستيك هولدرز عشان اعرف الستيك هولدر ريسك اتيتيود او سلوك المعنيين او اصحاب المصلحه تجاه المخاطر. يعني ايه ستيك هولدر ريسك اتيتيود؟ ده التوجه بتاع المعنيين اللي بيشير الى نهج المعنيين او نهج الشركه او المنظمه تجاه اداره المخاطر. وعندنا ثلاث انواع من الريسك اتيتيود، يا اما بيكون ريسك ادفيرس أو ريسك نيوترال أو ريسك سيكر. لو جينا نبص على أول واحد من الستيك هولدرز اللي هو الريسك أفيرس، ده دايما بيكون خايف إن هو ياخد أي ريسك، ودايما بيتبع سياسة الروتين، بيقول لك لا أنا أعرف الإجراء ده فخليني أمشي عليه، ما بيحبش ياخد إجراء جديد، وبيخاف دايما يتجه إلى الريسك لأنه هو بيخاف من الفشل، وبيفضل المور سيرتين أوتكم أو الشورت تيرم كونسيرن. الريسك نيوترال ده واحد بيتعامل بموضوعية شديدة مع المخاطر سواء كانت threats أو opportunities، عن طريق إن هو بيعمل analyzing للريسك اللي موجود عنده باستخدام عدة طرق وتولز، منها decision tree analysis أو expected monetary value، وبيستخدم كمان بعض البرامج بتاعة simulation زي المونتي كارلو simulation، وبعد كده بياخد قرار سواء يقبل الريسك ده أو ما يقبلوش. اتكلمنا عن الـ Expected Monetary Value، عاوزين نعرف هي ايه وازاي بنقدر ناخد بيها قرار زي ما هو موجود في الشكل قدام حضراتكم. الـ Expected Monetary Value عبارة عن الـ Probability والـ Impact اللي اتكلمنا عليها من شوية، بضرب الـ Probability في الـ Impact يطلع لي الـ Expected Monetary Value. لو بصينا للشكل اللي موجود انا عندي اتنين بروجكت، بروجكت واحد وبروجكت اتنين، عاوز انا اخد قرار اروح مع البروجكت واحد ولا اروح مع البروجكت اتنين؟ هبص الاقي بروجكت واحد
البروبابيليتي 20% هتديني مكسب قد كده او 80% هتديني خساره قد كده. اجمع الاكسبكتد مونيتري فاليو دي عباره عن تجميع للبروبابيليتي في الامباكت، حاصل ضرب البروبابيليتي في الامباكت، وبالتالي بقرر اخد المشروع رقم واحد او المشروع رقم اثنين، وده مثال مع حضراتكم ممكن تبصوا عليه بعد كده. الاكسبكتد مونيتري فاليو انا بستخدمها في الكوانتيتيف ريسك اناليسيس، برضو اتكلمنا عليه، قلنا عندنا كواليتيتيف ريسك وكوانتيتيف ريسك. الكواليتيتيف ريسك انا بس بحدد الريسك، بقول هو ده في الزوم بتاعه اللو او الميديوم او الهاي. اما الكوانتيتيف لا، انا بستخدم الاكسبكتد مونيتري فاليو زي ما هي موجوده مع حضراتكم، وبستخدم كمان بعض البرامج، وبالتالي بقدر احدد الكونتينجنسي ريزيرف للريسك اللي موجود عندي. تالت واحد عندنا هو الريسك سيكر او تيكر. ده راجل بيحب ياخد الريسك او شركه بتحب تاخد الريسك. ليه؟ لان هي عندها vision of opportunity، وعندها كمان الكالتشر اوف كرياتيفيتي اند انوفيشن، وبتفضل المور انسرتن اوتكم. يقول لك لا انا دايس فيها، انا مكمل في المشروع، انا مكمل في المخاطر، خلينا نشوف ممكن نكسب ايه من المشروع ده او من الموضوع ده. وكمان بيقول لك ان انا طول ما بخاطر بتعلم وبكبر، وعنده كمان استعداد ان هو يدفع بنالتي عشان ياخد الريسك، وبالتالي بنسميه ريسك سيكر او تيكر، بيدور فين الريسك وبيمشي معاه. وده برضو لا بذكر حضراتكم، ريسك سيكر ممكن تكون opportunities وممكن تكون threats. طيب احنا اتكلمنا عن المخاطر، انا عرفت اعمل contingency amount او contingency reserve contingency plan عشان المخاطر. ازاي هستجيب للمخاطر؟ بالنسبه للثريتس عندنا كذا طريقه للاستجابه للمخاطر، او بنسميها استراتيجيات الاستجابه للمخاطر. الثريتس اول حاجه انا بفكر فيها ان انا avoid the risk او eliminate cause of risk. ازاي افويد الريسك؟ عن طريق ان انا اعمل اكستندنج للسكيدجول او تشينجينج الاستراتيجي، ريديوسينج سكوب، او في أسوأ الاحوال اذا الريسك كبير وانا مش قادر اتغلب عليه وحاسس ان انا هفقد المشروع، انا ممكن اكنسل المشروع كامل، وده بنسميه موست راديكال افويدنس استراتيجي. اذا ما قدرتش اعمل افويد، بعمل ميتيجيت. اعمل ميتيجيت ازاي؟ ان انا اعمل اختبارات زياده، او اغير السبلايرز اللي موجودين عندي، اختار سبلاير تاني مور ستيبل. في كمان عندي اكسبت طبعا، هو ده الطريقه اللي احنا حطينا فيها كونتينجنسي بلان عشان نتغلب على الريسك. لو انا مش قادر اعمل افويد او ميتيجيت او اكسبت، في طريقه مشهوره جدا اللي هي ان انا بعمل انشورنس للايتم اللي موجود عندي، وده بنسميه ريسك ترانسفير. لو مش قادر انا اتغلب بالاربع طرق اللي احنا ذكرناهم، ليه؟ لان انا ما عنديش اوثوريتيز كمدير مشروع او كريسك مانجر، او ما عنديش ريسورسز، طبعا بعمل اسكاليشن للريسك اللي موجود عندي، وده مشترك، ده ايتم مشترك ما بين الثريتس والاوبورتيونيتيز. بعمل اسكاليشن للريسك اللي موجود عندي للبي ام او او التوب مانجمنت، وهم بياخدوا النيسيسري اكشن. اما الاوبورتيونيتيز، أول حاجة بفكر فيها إن أنا أعمل اقتناص للفرصة، إن أنا أتأكد إن الفرصة دي هتحصل بالنسبة لي، عن طريق إن أنا أستخدم نيو تكنولوجيز، أو أعمل تكنولوجي أبجريد عشان أقلل الكوست أو الوقت، وبالتالي أقدر أحقق الأوبجيكتيفز بتاعت المشروع. أو إن أنا كمان ممكن أعمل إنهانسينج، أزود مور ريسورسز لأي activity موجودة عندي عشان أخلص بدري، وبالتالي أنا عملت enhancing للopportunity. أو إن أنا أعمل share، وأشهر طرق sharing joint ventures، أو إن أنا accept opportunities as it is، ما بعملش أي حاجة بالنسبة للopportunities اللي موجودة عندي. دي critical success factors عشان عملية risk management تكون عملية ناجحة ومفيدة. اولا لازم يكون عندي ريكوجنايزيشن للفاليو اوف ريسك مانجمنت، لان في ناس كتير الى الان بيقول لك ما عندناش اهميه للريسك مانجمنت في البروجكت، انا مش مهم عندي، دي مصاريف يوزلس،
أنا مش هعمل ريسك مانجمنت وبالتالي بيكون المشروع بتاعه في خطر عظيم. كمان لازم يكون في individual commitment and responsibility، يكون في commitment أو التزام من أفراد المشروع أو أفراد الريسك مانجمنت. كمان لازم يكون عندي open and honest communication، يعني اللي يلاقي عنده تصور إن في مشكلة ممكن تحصل أو في ريسك هو شايفه في المشروع يكون فيه honest communication للريسك ده، وبالتالي يدي الريسك ده لبقية أفراد المشروع. كمان لازم يكون عندنا organizational commitment، يعني الإدارة بتاعت الشركة كمان تقول لك أنا عندي استعداد أصرف عشان أعمل risk management. بعد كده خامس حاجة scale risk effort to project، يعني لو عندي مشروع صغير طبعا مش هيكون من المعقول ان انا اعمل تيم ريسك مانجمنت كبير لمشروع صغير ب10 مليون او ب15 مليون، وبالتالي لازم اعمل سكيلينج للريسك ايفورت اكوردنج تو بروجكت فاليو. قلنا في البدايه ان الريسك مانجمنت جزء لا يتجزأ من المشروع، وبالتالي لازم اعمل انتجريشن للريسك مانجمنت مع البروجكت مانجمنت. ليه؟ لان الريسك ليه علاقه بالكواليتي وبالريسورسز بالتايم بالاكويبمنت بكل شيء في المشروع، وبالتالي هو جزء لا يتجزأ من المشروع. يعني اخر حاجه هنتكلم فيها سريعا ليه بتفشل عندنا المشاريع. عشان نقول المشاريع بتفشل ليه لازم نعرف الاول ايه هي معايير نجاح المشروع. معايير نجاح المشروع ان هو يكون ديليفرد اون تايم، وان الكوست بتاعه ما يعديش البادجت، وان هو يشتغل على حسب التصميم، وديليفرد ويز ريكوايرد كواليتي، وكمان البيبل او الاشخاص اللي بيدوا فند للمشروع ده يكونوا مبسوطين منه من النتائج بتاعته اللي هم الستيك هولدرز، وكمان ان يكون عامل السيفتي موجود او الاشخاص يقدروا يستخدموه. في دراسات كتير اتعملت على ليه بتفشل المشاريع. دي دراسة من ضمن الدراسات اللي اتعملت بيقول لك ان عندنا سبع يعني عوامل رئيسية ادت الى فشل المشاريع. اول حاجة فيها poorly defined scope، وده بيخلينا نتوجه الى السكوب قريب. ممكن كمان يكون عندك insufficient او over allocated resources، poor or weak communication، ما يكونش عندك engagement او stakeholder management مش ماشي مظبوط معاك في المشروع. كمان ممكن يحصل عندك cost overrun لان انت ما بتعملش cost management. كمان البروكيورمنت، باد بروكيورمنت، سواء مع السب كونتراكتورز مع السبلايرز مع العقود بتاعتك. والحاجه السابعه اللي هي موضوع اصلا الحديث بتاعنا اليوم اللي هو ما يكونش عندك ريسك مانجمنت. طبعا انا مش عارف في وقت نكمل ولا لا، بس ده بصوره سريعه. بورلي ديفايند سكوب بيؤدي الى السكوب. عندنا دقيقتين يا دكتور. ماشي يا دكتور. لازم تكون اوير بالسكوب بتاعك. ايه هو السكوب؟ السكوب ده هو اي حاجه محطوطه لك في المشروع انت المفروض تنفذها، والحاجات كمان اللي انت بيقول لك دي الحدود بتاعتك، فالمفروض اي تعديلات او تغييرات عندك بتيجي لازم تروح للتشينج كنترول بورد وهو يتصرف فيها. وفي فرق كبير جدا ما بين انك تعمل السكوب بتاعك او ان انت تخلي الستيك هولدر ساتسفايد او ان انت تعمل جولد بليتنج. الجولد بليتنج ممكن يؤدي الى السكوب قريب. كمان لازم انت تشوف الريسورسز اللي موجوده عندك. الكوميونيكيشن عندنا اتنين كوميونيكيشن، اكتيف كوميونيكيشن وباسيف كوميونيكيشن. طبعا افضل طريقه للكوميونيكيشن بالنسبه لافراد المشروع انه يكون فيس تو فيس كوميونيكيشن. الباسيف كوميونيكيشن بيؤدي الى مشاكل كتير. كمان بنقول في الكوميونيكيشن ان مدير المشروع تقريبا بيقضي 90% من وقته في الكوميونيكيشن، عشان كده الكوميونيكيشن مهم جدا جدا. واتكلمنا من عوامل نجاح الريسك مانجمنت open and honest communication، فده عامل مهم جدا. كمان الستيك هولدر اتكلمنا عليهم، واتكلمنا على ازاي نعمل لهم engagement او نعمل لهم prioritization عشان اعمل لهم engagement على حسب الاهمية بتاعتهم. خامس حاجة عندنا لازم تخلي بالك من الكوست مانجمنت عشان ما يحصلش عندك كوست اوفر ران.
البروكيورمنت كمان ما مش لازم تسمح بالبور كواليتي مقابل انك بتاخد كوست قليل. كمان لازم تخلي العلاقة بتاعتك مع الفيندورز والسبلايرز والكلام ده كله تكون علاقة وطيدة وكويسة عشان تقدر هم يستفيدوا وانت كمان تستفيد. اخر حاجة بنقول ان نو ريسك مانجمنت. بنتكلم هنا على نقطة مهمة جدا، حتى وان تشابهت المشاريع فكل مشروع هو مشروع متفلت فيه الانسرتينتي بتاعته، ولذلك بتحاول ان انت تعمل كواليفيكيشن وكوانتيفيكيشن للانسرتينتي، وده اللي احنا سميناه ريسك. وموضوع الريسك مانجمنت بيقع في المسؤولية بالدرجة الاولى على مدير المشروع، ولذلك لازم ياخد باله من الريسك مانجمنت. شكرا جزيلا لحضراتكم وفي انتظار الاسئلة. شكرا جزيلا دكتور، بصراحة يعني مجهود رائع، موضوع شائك ياخذ اسابيع، اديت انه هو في نص ساعه ويحتاج وقت اطول. انا عندي مداخله من الاستاذ حماد مجدلي، يقول هل يمكن في المشاريع الانشائيه قبول نسبه المخاطره في سبيل انجاز مرحله من المشروع للانتقال للمرحله التاليه، وما هي حدود هذه النسبه؟ طبعا اثناء دراسه المشاريع الانشائيه بيتم تحديد نسبة للريسك. يعني التيم اللي بيدرس بيقول والله أنا عندي contingency reserve حسب دراسته للمشروع، ولتكن بنسبة 2% أو 3% على حسب دراسة المواصفات والمخططات وجدول الكميات اللي موجود عنده أثناء التسعير. وبيرفع تقرير للطوب مانجمنت، الطوب مانجمنت بيحطوا حاجة تانية اسمها management reserve، يقول لك والله أنا رؤيتي للمشروع، طبعاً ده ملوش رقم ثابت وإنما على حسب رؤية التوب مانجمنت، بيقول أنا ممكن أحط 2%، 3%، 5% على حسب رؤية التوب مانجمنت. وبالتالي بيكون عندنا نوعين من الريسك ريزيرف، أو خلينا نسميهم contingency reserve and management reserve. contingency reserve ده اللي احنا حددناه بناء على الرؤية بتاعتنا probability والimpact. يعني على سبيل المثال أنا شغال في مشروع إنفراستراكشر، مشروع الإنفراستراكشر في موجود فين؟ موجود في جدة، تقرير التربة بيقول لي هلاقي مثلاً مية على عمق متر أو متر ونص، طيب ببص أنا في البروفايلز اللي موجودة عندي في المشروع، ألاقي أنا في عندي أعماق 4 متر و5 متر، أبتدي أحسب الريسك ده اللي موجود، بقول والله احتمال إن أنا ألاقي مية بكمية قد كده 70%، والمية دي أنا لو لقيتها هيكون الإمباكت بتاعها إن هي هتكلفني 200,000 ريال، يبقى هضرب 70% في 200,000 ريال، طلع عندي الرقم اللي موجود، الرقم ده يعتبر بالنسبة لي الإكسبكتد مونيتري فاليو اللي احنا اتكلمنا عليها، الرقم ده هو الريزيرف اللي أنا هشيله للأيتم ده. وببتدي أبص بعد كده عميع بناء المشروع على حسب رؤيتي ودراستي للمواصفات ومخططات المشروع. المانجمنت ريزيرف بيكمل الجزء ده حسب رؤية الإدارة. طيب من فضلك في السؤال الثاني، هل هناك أولويات يتم أخذها؟ برضو السؤال من الأستاذ حماد مجدلي، هل هناك أولويات يتم أخذها في الاعتبار عند دراسة المخاطر المشروع؟ ترتيب الأولوية بين تكلفة المشروع وثمن المشروع ورضا المعنيين. طبعاً إحنا حتى تكلمنا في الجزء ده بصورة سريعة وقلنا scaling project risk management to project value. يعني أنا ما ينفعش يكون عندي مشروع قيمته 2 مليون وأعمل له تيم مكون من مهندس وخمس أشخاص عشان يعملوا لي دراسة للريسك مانجمنت، ده موضوع لا يعقل. بس لو عندي مشروع ب 200 مليون 300 مليون أنا ممكن أعمل له تيم يدرس، ليه؟ لأن الريسك هنا بيكون عالي في المشروع ده، فلازم أعمل scaling للإيفورت according to project value. طيب أنا عندي واحد استفسار، هل أقدر أستخدم الموديل حق مونت كارلو سيميليشن على أي مشروع عشان أدرس أعمل الأسسمنت سكيلينج للريسك؟ طبعاً بإمكانك تعمل سيميوليشن لأي ريسك عن طريق مونت كارلو سيميوليشن، وإنما ده مجهود بيكون زيادة، عشان كده إحنا بنقول بنعمل لو ميديوم هاي الأول للريسك، وبعدين الريسك الهاي أنا باخده أعمل له سيميوليشن عن طريق المونت كارلو، وبالتالي ما أعملش مجهود زيادة، الريسك أصلاً قيمته ضعيفة، يعني ده إيفورت هيكون ملوش أي لازمة. طيب
وبس عشان تساتسفاي الجماعه حقون الايزو، هل انتم بتستخدموا الايزو 31000 واحد از ريسك مانجمنت تول ولا ما في عندكم مواصفات؟ طبعا يؤخذ في الاعتبار، ولكن للامانه انا الداتا بتاعتي كلها تعتبر من خلال معهد المشروعات الامريكي، يعني لان انا الحمد لله ريسك مانجمنت بروفيشنال سيرتيفايد من البروجكت مانجمنت انستيتيوت، فيعني انا بنقل اللي انا استفدته من عندهم او الخبره اللي انا شفتها في المشاريع اللي اشتغلت فيها خلال 16 17 سنه، يعني ده اللي انا عملت له ريفليكشن في البرزنتيشن، انما طبعا هو جزء لا يتجزا وفي تقارب كتير في وجهات النظر ما بين الايزو وما بين وما بين البي ام اي في الجزئيه دي. طيب شكرا جزيلا. الان عندنا الاستاذ المهندس وليد الفارس عنده شويه معلومات عن المجلس. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر جميع المحاضرين الأساتذة والدكاترة اللي شاركونا الليلة، ونشكر أيضا مجموعة الجودة في قطاع الهندسة والبناء على هذا الملتقى الرائع والمميز بكلماته وبالفوائد التي استمعنا لها. أيضا نشكرك أبو صالح دكتور هاني على إدارة الحوار. أذكر أولاً ودائماً تردنا أسئلة عن الشهادات وطريقة الحصول عليها. المطلوب هو بعد حضور الملتقى، ولازم يكون بنسبة ما تقل عن 70% من الوقت، أن يقوم الأخ الذي يرغب فيه الحصول على الشهادة بتحويل المبلغ رسوم الشهادة 50 ريال إلى الحساب البنكي للمؤسسة خدمات المجلس التجارية، موجود الآن حساب معروض، ممكن تعمل سكرين شوت أو تقدر تلقاه في موقع المجلس السعودي للجودة sqc.org.sa في ركن عضويات الأفراد. بعد كذا يرسل نسخة من هذا الإيداع والتحويل إلى info@sqc.org.sa. هذه الطريقة للتواصل. الطريقة الأخرى غير الإيميل الواتساب اللي موجود في كل إعلاناتنا، في واتساب في جوال واتساب يقدر يرسل أيضا النسخة ويقول أنا فلان حضرت ويبين إذا كان هو عضو يذكر رقم العضوية في المجلس، وإذا كان غير عضو يذكر أنه غير عضو. هذا يعني من التنبيهات المهمة. ننبه أيضا أن لنا هناك أيضا إن شاء الله، وكما يعني نعلن دائما، نعلن عن طريق مجلس تويتر المجلس وأيضا عن موقع عن طريق موقع المجلس كل فعالياتنا. عندنا الفعالية القادمة بإذن الله عز وجل هي ورشة عمل، تعتبر ورشة عمل الثالثة، معايير نظام إدارة جودة المؤسسات التعليمية الآيزو 21001، يقدمها البروفيسور هاني العمري. إن شاء الله راح تكون إن شاء الله يوم السبت 27 ربيع الثاني 12 ديسمبر، يعني السبت القادم بإذن الله عز وجل، مساء من الساعة 6 إلى الساعة 9. طبعا ورش العمل يختلف وضعها، ورسوم الشهادات تكون 200 ريال للأعضاء و 300 ريال لغير الأعضاء. أذكر أيضاً مرة أخرى أنه جميع أخبار المجلس، فعاليات المجلس تجدونها على موقع المجلس sqc.org.sa أو عن طريق تويتر المجلس. أيضاً ممكن تستفسر عن طريق الإيميل أو الجوال الذي يرد في كل الإعلانات. تاماً أشكر للحضور اهتمامهم حضور ومشاركتنا لهذه الليلة، وشكراً لجميع المحاضرين، ونستودعكم الله، وإلى لقاء يتجدد. شكرا جزيلا. أرجو أن نكون حققنا الفائدة المرجوة، وأقدم عذر شديد للمهندس عبد الرزاق لأني طلبت وما قدمته، لكن آسف وطبعا مني. شكرا جزيلا لحضوركم، أرجو أن قد استمتعتم بهذا اليوم، وإحنا تحت أمركم في المجموعة الجودة في قطاع الهندسة والبناء، وإلى لقاءات قادمة. مع السلامة.